السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من ملعب الأهلي. 6 أكتوبر 2018 بعد مرور 45 سنة على حرب أكتوبر المجيدة، كل سنة وكل عسكري وكل قائد في الجيش بألف ألف يعني سنة ألف تحية وتقدير ليه. وزي ما انا قلت امبارح، يعني ملحمه اكتوبر 73 ما كانتش انتصار بس للجندي المصري ولا المواطن المصري، كان انتصار لكل عربي موجود على ظهر الدنيا او على وش الدنيا. الف 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 مبروك، او الف الف يعني كل سنه وحضراتكم طيبين واحنا كمان طيبين دايما باذن الله باذن الله، ومن انتصار لانتصار ومن مكانه لمكانه، ودايما مكتوبه على مصر دايما يا رب باذن الله تعالى هي البوابه الكبيره لكل الوطن العربي باذن الله. على مر التاريخ من اول ما اتعمل التاريخ ومن اول ما اتنشا يعني ايه ملحمه عسكريه او حروب هتيجي عند مصر وهتقف، تعظيم تعظيم سلام لكل جندي مصري وكل واحد موجود لحد دلوقتي حتى على الحدود او في الداخل. عشان كده كان لازم نبدا بيها دايما امبارح والنهارده. النهارده كمان في ملعب الاهلي عندنا شويه اجزاء في الحلقه. الجزء الاول هنتكلم على الاخبار والمعسكر النادي الاهلي في لقاءه الغد باذن الله، استعداد للقاء الاتحاد السكندري باذن الله تعالى، وشويه اخبار خاصه بالمباراه. وهنتكلم كمان زي ما وعدتكم امبارح على بلس 90 الاهداف اللي على مدار تاريخ النادي الاهلي، يعني قدر ان هو يجيبها من دقيقة 90 91 92 وقد ايه هم كانوا مؤثرين جدا جدا، وده بينعكس على طول على الروح اللعيبة في الملعب وروح الفانيلا الحمراء وقد ايه انت بتلعب لحد الصفارة الأخيرة. هنتكلم كمان على قرعة البطولة العربية اللي أقيمت النهاردة في السعودية، والأهلي واصطدامه بفرقة يعني عربية شقيقة بالتأكيد هي الوصل الإماراتي، نقاط الضعف والقوة في الوصل الإماراتي، واللقاء الأول اللي هيكون في القاهرة، اللقاء الثاني هيبقى في الإمارات. هنتكلم برضو على الترتيب اللي نزله الاتحاد الافريقي النهارده من سنه 2000 لحد النهارده لحد 6 اكتوبر 2018، ترتيب الفرق يعني لو عملنا نادي القرن من 2000 لحد 2018 ترتيب الفرق عامل ازاي بالنقاط، بالنقاط عشان لما يجي يحيى محمد يوسف سيد عبد الحفيظ يقول له مين نادي القرن يقول له يعني جدي كان سيد عبد الحفيظ قالها يوم 6 اكتوبر 2018، عشان ما حدش يدخلك في حاجات تاريخيه ويجيب لك حاجات كده من وحي الخيال ويقول لك لا انا نادي القرن والنقاط والبطولات. وعشان كده هعمل مقارنه بمازيمبي، مازيمبي الثاني ترتيبه في الثاني، فهعرضها لحضراتكم. والنهارده كمان هنتكلم بالتاكيد على مباراة الاتحاد السكندري في الجزء التحليلي الفني مع كابتننا كابتن حماده صدقي وكابتن اسامه حسني وكابتن احمد بلال. نبدا اولى كلامنا النهارده او حديثنا على ملعب الاهلي او في ملعب الاهلي. النهارده كان في مباراتين، المباراه الاولى خاصه بالدوري المصري الاسبوع العاشر جمعت ما بين الجونه ومصر المقصه والتعادل السلبي 0-0، كانت مباراه اقيمت الساعه 6، تعادل سلبي يمكن المباراه كانت متوسطه المستوى جدا جدا جدا، ما قدرش الجونه ان هو يحرز على ملعبه ولا قدرت مصر المقصه انها كمان تحرز اهداف، وانتهت المباراه بتعادل سلبي 0-0. في لقاء تاني النهارده كان لقاء في السعودية على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جمع ما بين الهلال السعودي والزمالك، وقدر الزمالك ان هو تفوق على الهلال بهدفين لهدف، مبروك لكل جماهير نادي الزمالك، بطولة بالتأكيد خاضها هناك او كسبها هناك في السعودية. واحلى ما في اللقاء بالتأكيد هي الجماهير السعودية المصرية اللي موجودة هناك، الجماهير اللي هي كانت بتآزر او بتساند بتشجع بمنتهى منتهى الالتزام، يعني رائع جدا جدا. حتى يمكن أثناء اللقاء كان فيه هتافات أو بعض الهتافات الجميلة جدا للكرة المصرية بشكل عام يعني. وأنا لما بقول هنا الجماهير، الجماهير هي انعكاس على حالة مسؤولين أو حالة ناس قيادات موجودة، كل ما كانت القيادات والمسؤولين ناس بتعرف تتكلم وبتعرف توصل للمسج أو الرسالة اللي عايزة توصلها للناس، كل ما كان ده انعكاس على الجماهير في المدرجات. يعني عهدنا دايما بإخواتنا العرب سواء كان في السعودية أو في الإمارات أو في أي مكان بتروحوا، يعني حسن الاستقبال حسن الضيافة كأنك في بلدك التاني، فتحية بالتأكيد للسعودية وتحية بالتأكيد للإمارات. مبروك لجماهير نادي الزمالك، مباراة كانت أحداثها الفنية هي يعني مقرر، يعني أكنها سبحان الله يعني أكنها
يعني مباراة الأهلي والزمالك السنة اللي فاتت 2-1 اللي كسبها برضو الزمالك بنفس الظروف كده. فكرة ساعات يعني ساعات مش بالضرورة تبقى الأحسن عشان تكسب ولا بالضرورة تبقى الأوحش عشان تخسر، فهي كرة كده يعني. الهلال تسيد الموقف، تسيد اللقاء من أوله لآخره، لكن حمدي النجاز كان له رأي مهم جدا في اللقاء، أحرز الهدف الأول وعمل أسيست في الهدف الثاني ومنع فرصة خطيرة جدا من عدة فرص أتيحت للهلال السعودي، لكن في النهاية الزمالك كسب 2-1 وده حال كرة القدم. مبروك لجماهير الزمالك النهاردة وفوزهم على الهلال 2-1. خلينا نخش بقى في الأخبار. النهاردة الأهلي بيرسل برقية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة. جاء في نص البرقية كالتالي: فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحية طيبة وبعد، يطيب لي أن أتقدم إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس إدارة النادي الأهلي بأصدق التهاني مصحوبة بأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى 45 لنصر أكتوبر المجيد الذي قدمت فيه قواتنا المسلحة الباسلة أعظم التضحيات، وارتوت أرض الفيروز بأطهر الدماء، وجاد الرجال بأرواحهم فداء للوطن وفارا للكرامة الوطنية، وتحررت الأرض من دنس الاحتلال، وهي هي اليوم تشهد معركة البناء والتنمية، كما تسرع مصر الخطى من أجل بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة. وانتهز هذه المناسبة الطيبة لأعرب لكم عن تقديرنا لكم ولكل جهد مخلص تبذلونه سيادة الرئيس من أجل رفعة وطننا، ونفخر بحجم الإنجازات غير المسبوقة والمشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد تحت إدارتكم الحكيمة. تمنياتي لكم بوافر الصحة ولمصرنا الغالية كل تقدير وازدهار. محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. ده كان نص برقية أرسلها مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة برئاسة كابتن محمود الخطيب لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة. 20 لاعب في معسكر الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري. كارتيرون المدير الفني الفرنسي للنادي الأهلي أعلن عن قائمة بتضم 20 لاعب: شريف إكرامي وعلي لطفي وسليف كولوبالي وهشام محمد وإسلام محارب وصبري رحيل وأحمد حمودي ومؤمن زكريا ووليد سليمان وأيمن أشرف وأحمد علاء ومروان محسن ومحمد شريف وأحمد فتحي ومحمد هاني وناصر ماهر وأحمد حمدي وكريم ندفت وأكرم توفيق وأحمد ياسر. كده يبقى مش موجود وليد أزار ومش موجود صلاح محسن ومش موجود عمرو السولية ومش موجود حسام عاشور، وبيدخل أحمد علاء القايمة كوافد جديد، مش موجود الشناوي. فمن خلال الرؤية أو المجموعة اللي موجودة ممكن الأهلي هيلعب بنفس الطريقة، لكن هنشوف بقى. يعني ممكن ناصر ماهر يبقى له مكانه من البدايه، صبري رحيل اكيد هيبقى له مكان من البدايه، ولا احمد علاء يتم الدفع بيه وايمن اشرف يروح باك ليفت. بكره هنشوف الدنيا ماشيه ازاي من خلال ملعب الاهلي. هنبدا معاكم ان شاء الرحمن الساعه 7 قبل المباراه بساعتين، المباراه هتبقى الساعه 9. احنا هنكون معاكم هنا ان شاء الرحمن في استوديو تحليلي لمباراه مهمه جدا، هي مباراه الاهلي والاتحاد السكندري باذن الله. الشناوي بيغيب عن التدريبات الجماعيه زي ما قلت لكم، هو مش موجود في المباراه بكره، فاعتقد ان دي راحات بيديها كارتيرون لمجموعه من اللعيبه وخصوصا اللعيبه اللي شاركت بشكل مستمر او عدد كبير جدا من المشاركات. ميدو جابر بيشارك في الفقره البدنيه للاعبي الاهلي، وده مقبول كويس، يعني خطوه كويسه، بدا يرجع من الاصابه. انتوا عارفين انه كان عنده شد في العضله الخلفيه، فكون انه هيبدا يشارك في التدريبات البدنيه الجماعيه للاهلي فدي حاجه مش وحشه. ناقص بقى التدريبات اللي هي خاصه بالكره، فان شاء الله الرحمن يبقى حاجه كويسه. حسام عاشور وصلاح محسن في الجيم. انت عارفين ان حسام عاشور كان بيشتكي من عضلات البطن، وصلاح محسن كان عنده اصابه في العضله الاماميه. اوكي، الاهلي بيضم عبد الرحمن رجب من كوم حماده. صرح كابتن محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الاهلي على التعاقد مع عبد الرحمن رجب مدافع فريق كوم حماده وانتقاله لصفوف الاهلي. ده من مواليد 99، وده برده حاجه حلوه يعني، بالتنسيق مع اللجنه الفنيه بقياده كابتن علاء ميهوب والمهندس عادل القيم مستشار لجنه التعاقدات. دي حاجه حلوه بصراحه، يعني كونك ان انت بتبدا تفكر في المستقبل، بالنسبه لك ومن خلال التعاقدات مع لعيبه صغيره في السن، دي حاجه حلوه، دي حاجه ممتازه، دي حاجه بتاعت بكره.
يعني 1.97 1.99 2000 يعني رؤيه كويسه. المهم ان اللعيب يكون خامه كويسه ويتصبر عليه ويدعك شويه وياخد من مدرسه الاهلي ومن اللعيبه بعض الحاجات اللي هي ممكن ما تبقاش حاجات فنيه لكن يعني اقرب للحاجات اللي بتبني شخصيه، وده مهم جدا ان انت تبني شخصيه لاعب. يعني ممكن كتير جدا يجي لك لعيبه عندها مستويات حلوه جدا كقدرات فنيه لكن او موهبه يعني، لكن العقليه ما تستحملش المكان اللي انت بتلعب فيه او المكان اللي انت انتقلت اليه. اوكي، النهارده كان في قرعه لكأس انديه الابطال، والقرعه فيها 16 فريق زي ما احنا شرحنا امبارح. القرعه وقعت الاهلي مع الوصل الاماراتي او الاتحاد السكندري مع الزمالك، والرجاء المغربي مع الاسماعيلي، ووفاء الصيف مع الاهلي السعودي، والهلال السعودي مع النفط العراقي، والوداد المغربي مواجهه صعبه جدا مع النجم الساحلي، والمريخ السوداني مع اتحاد العاصمه الجزائري، والنصر السعودي مع مولوديه وهران الجزائري. الاهلي مع الوصل الاماراتي مباراه صعبه مش سهله على فكره. الوصل الاماراتي ترتيبه السابع، عنده 5 مباريات. دي القرعه. الوصل الاماراتي يمكن عنده 3 برازيليين موجودين في الخط الامامي، يعني لعيبه كويسه جدا مش وحشين اكيد يعني، وبيعملوا حاجه كويسه في الحته الاماميه، لكن عنده مشاكل في الحته الدفاعيه، يعني عنده مشاكل في الجزء الدفاعي. يمكن عنده كايو، ده راجل برازيلي، عنده فابيو ديليما، ده برضو برازيلي، وواحد تاني اسمه ديليما، يبقى عندهم 2 ديليما، ديليما فابيو ديليما، والتالت اسمه ديليما، وكايو ده برضو برازيلي، 3 برازيليين، وهو المدرب يعني ارجنتيني الجنسيه. لعبوا في الدوري في الامارات 5 مواجهات. احنا لسه بنعرض المواجهات بتاعت دوري ابطال افريقيا، لكن او اسف دوري ابطال العرب كاس زايد الانديه الابطال، دي المواجهات يعني بتاعتها. يعني لو حبينا اقولها لكم تاني مفيش مشكله. الاهلي مع الوصل الاماراتي، الاتحاد السكندري مع الزمالك، والرجاء المغربي مع الاسماعيلي، وفاء الصيف مع الاهلي السعودي، والهلال مع النفط العراقي، الهلال السعودي، الهلال السعودي، والوداد المغربي مع النجم الساحلي، والمريخ السوداني مع اتحاد العاصمه الجزائري، والنصر السعودي مع مولوديه الوهران الجزائري. طيب القرعه بتاعتنا، وقعتنا القرعه مع الوصل الاماراتي، وزي ما قلت لكم يعني الوصل الاماراتي فرقه كويسه جدا وخصوصا في الخط الامامي، عندها 3 بيلعبوا في الخط الامامي، 3 من البرازيل، واحد اسمه كايو، والتاني اسمه فابيو ديليما، والتالت اسمه ديليما، يعني 2 ديليما، واحد اوله فابيو والتاني اسمه ديليما على طول، 3 من البرازيل، والمدرب ده جنسيته ارجنتيني. الخط الامامي بتاعهم رائع جدا ويعني حاجه ممتازه جدا، لكن عندهم مشاكل كتير جدا في الجزء الخلفي. ترتيبهم السابع تقريبا في الدوري، لعبوا 5 مباريات، فازوا في 2، تعادلوا في 1، وخسروا 2، احرزوا 8 وعليهم 8، وده يبين لكم يعني الكلام اللي انا بقوله او دليل على الكلام اللي انا بقوله، ان هم عندهم الخط الامامي كويس جدا من خلال الثلاثه اللي من البرازيل دول، وعندهم الحته الدفاعيه فيها مشاكل كتير جدا. اللقاء الاول هيبقى موجود على في القاهره، واللقاء الثاني هيبقى في الامارات ان شاء الرحمن. ميزه مش عايز اقول عيب، لكن فيها ميزه ان انت هتقابل الوصل الاماراتي. اولا زي ما انا شرحت، اخواتنا في السعوديه واخواتنا في الامارات احسن استقبال، وكل الاخوه العرب بصراحه يعني، كل الاخوه العرب يعني، واحنا كمان في مناسبه يعني بتدل على التواجد العربي والوحده العربيه لمناسبه نصر اكتوبر المجيد اللي هو 6 اكتوبر يعني، وازاي اجتمع الشعوب العربيه كلها تحت رايه واحده وكلمه واحده واتجاه واحد. كمان في الشعوب العربيه وخصوصا السعوديه والامارات احسن استقبال، فاحنا لما هنروح هناك لما هتلعب مع الوصل الاماراتي اكيد الملعب كله هيبقى مليان جالية مصرية، وخصوصا الناس الأهلاوية، حتى اللي مش أهلاوية هيبقوا موجودين في الماتش، ودي حاجة ميزة مش عيب، ده هتبقى ميزة بالنسبة لك. فأنت بتخوض اللقاء الأول هنا في القاهرة بجماهير يعني بتسندك وتأزرك، وهناك كمان في الإمارات برضو في جماهير هتبقى مؤازرة ليك، ودي حاجة كويسة. لكن الحاجة طبعا اللي ممكن تبقى معمول حسابها هي الحتة الهجومية أو الكرة الهجومية اللي منعكسة دلوقتي في الدوريات العربية، يعني الإمارات، السعودية، عندهم الحتة الهجومية يعني مركزين فيها قوي من خلال لعيبة بيتعاقدوا معاها، سواء كانت برازيليين، سواء أرجنتينيين، كولومبيا، يعني أندية
امريكا اللاتينيه اللي هي ناس بتبقى لعيبه كويسه جدا وبتعاقدوا معاها بمبالغ كبيره جدا. فالمباراه اللي هتبقى في القاهره برضه هتبقى مقلقه لان اللعيبه ديت يعني بتعرف تجيب اجوال. فاللقاء مش سهل، اللقاء صعب، صعب جدا، مش سهل يعني. رغم ترتيب الوصل الاماراتي الموجود في الامارات ترتيبه السابع يعني. طيب دي كانت ترتيبه او قرعه كاس زايد للانديه الابطال اللي كانت موجوده النهارده في السعوديه. وقلت لكم اسماء اللعيبه البرازيليين كايو وفابيو ديميلا او ديميلا وديميلا الثاني الثالث بتاعهم. اوكي. طيب الحاجه الثالثه بقى النهارده من خلالكم انتوا بقى من خلال ملعب الاهلي وصحابي، قولوا لي مين الجون اللي مأثر في ذاكرتك قوي ومش قادر تنساه من بلس 90، يكون بلس 90 يعني. في اهداف كتيره جدا مؤثره زي مثلا هدف كابتن علاء ميهوب مثلا في نهائي كاس 2000 او نهائي كاس 84 لو تتذكروا مثلا مع المصري، تعادل ثم يعني تفوق النادي الاهلي عن طريق كابتن علاء ميهوب مره ثانيه. وان لم تخن الذاكره، الا لم تخن الذاكره مش عارف كان كابتن خالد جدال اللي جاب الجول الثالث ولا خالد جدال. وفي اهداف بقى ابو تريكه في الصفاقسي وعماد متعب حدث ولا حرج يعني كتير جدا موجوده معاه، هدف بركات في الزمالك، اهداف كتيره جدا. ايه الاهداف اللي معلقه معاك سواء كانت في البطولات القاريه او البطولات المحليه؟ فشاركونا على صفحتنا وهقرا رسائل كتير جدا للناس كتير جدا بعتالي، ومهم قوي التواصل معاكم الصراحه. ويمكن امبارح كان في تواصل شديد جدا لان انتوا كمان يعني بعتوا بشكل كويس قوي عكس كل مره او اكتر من كل مره. فهقرا شويه وبعدين هرجع في حاجه نزلها الاتحاد الافريقي النهارده حاجه مهمه جدا جدا جدا. لولو مساء الخير يا ابو السيد، الله يخليك يا لولو. هدف متعب في الكونفدراليه ما يتنسيش ابدا، وهدف ابو تريكه في الصفاقسي. احمد مساء الخير. احمد حسين مساء النهار، اسم كامل بقى عشان يبقى الدنيا كويسه يعني. مساء الخير يا كابتن سيد، اولا هدف ابو تريكه في الصفاقسي ده كان اجمل هدف ولا يمكن لاي اهلاوي ان ينساه، وهدف متعب في الكونفدراليه كان اجمل هدف. مساء الخير عليك يا كابتن سيد، هدف متعب في الكونفدراليه ما يتنسيش، وهدف دلولو برده تاني. ابو ادم مساء الخير يا كابتن سيد، هدف بركات في الزمالك 3-3. اوكي ده انت ابو ادم ايه رابط معايا 100 100. مساء الفل ابو ادم عليك. عصام صلاح اللانش لو انا بقراها صح كده يعني، عصام صلاح اللانش. الاهداف كتيره وكلها مهمين بس الاحسن من كده ان الاهلي عامل صداع لكل الفرق. محمد كامل هدف ابو تريكه في الصفاقسي في نهائي دوري ابطال افريقيا 2006، وهدف شهاب الدين في مرمى الاتحاد الليبي. منوره اسمه كده، ابو تريكه في الصفاقسي متعب او منوره دي بنت بقى متعب في سيوا سبورت. الاهلي حديد ابو تريكه في الصفاقسي. محمد مدحت حبيبي يا كابتن سيد ربنا يخليك، احلى مسا احلى مسا عليك يا محمد يا مدحت، احلى مسا عليك يا وحش. اسامه بيقول احلى صوره اخر صوره وعهد الله ان شكل شفت كده شكل رب، هو بيقول ان هو شكل علي ربيع. ماشي. مساء الخير تاني يا كابتن سيد، هدف متعب في اللولو بعتلنا كتير جدا. محمود مساء الخير يا كابتن سيد، الاهداف كتير جدا بس هدف شهاب الدين في الاتحاد الليبي كان هدف جميل جدا. شهاب الدين هدف حلو قوي قوي قوي. اهداف كل الاهداف دي هتبقى معانا ويعني واحنا بنستقبل ضيوفنا او من دخول ضيوفنا الاستوديو هنا كابتن حماده صدقي وكابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني، هنعرضها لكم في حاجه حلوه قوي، حاجه جميله جدا جدا. الحاجات دي بتبقى مؤثره جدا ولما بتبقى بترتبط باذهان سواء كان بطولات او تغيير نتيجه او الوصول لعدد من النقاط مثلا يقرب ولا يبعد عن فريق بتبقى ليها ذاكره حلوه جدا يعني. اوكي. محمد رضوان هاجري شويه بقى، احمد فتحي في طلاع الجيش ده كان مهم جدا. سمير رجب مساء الفل عليك يا كابتن سيد محترم ربنا يخليك، كابتن مصر والنادي الاهلي كثيرا ربنا يكرمك. طب قول لي الهدف ايه؟ ما قالش الهدف. محمد وليد مساء الخير يا كابتن سيد، هدف ابو تريكه. احمد متعب في هدف متعب في الكونفدراليه. محمد سمير هدف الجوكر في المصري. هاجري شويه بقى. حسن مفيش اغلى من هدف ابو تريكه في الصفاقسي. باسم تريكا طبعا في الصفاقسي يا كابتن سيد. محمد عمر مساء الخير يا ابو الكباتن، هدف تريكا في الصفاقسي. محمد بن احمد تريكا في الصفاقسي ومتعب في الرجاء 1-1. ده كان هدف حلو برضه بتاع متعب في الرجاء 1-1 هناك كان في دوري المجموعات.
2000 وتقريبا و4 تقريبا او 2005 برضو. أسامة تريكة في الصفاقسي، هاجري شوية بقى. آية، آية أنت ليك منا كل التحية والتقدير، بصراحة متواصلة معانا، مساء الفل يا آية. عماد متعب في نهائي الكونفدرالية، أسماء شرف هدف تريكة في الصفاقسي وهدف متعب في الكونفدرالية. طيب محمود، محمود حكيم كده، تريكة في الصفاقسي، حمدي محمد، وليد سليمان في الترجي، بس وليد سليمان في الترجي ما كانش في بلس 90. خالد جون، جون مش جون، جون متعب في نهائي الكونفدرالية. حمدي محمد، ايفونا في الزمالك، ده ما كانش بلس 90. سمير محمد هدف تريكة في الصفاقسي. احمد هدف متعب في الكونفدرالية. حسام محمد فاروق، محمد فاروق في ايه؟ سمير محمد هدف تريكة في الصفاقسي. رنا هدف متعب في كاس الكونفدرالية. محمود شعبان هدف متعب في الكونفدرالية. طارق خالد هدف متعب في سيوا سبورت الكونفدرالية. سمير هدف بركات في الزمالك. طارق خالد هدف عماد متعب في سيوا سبورت. احمد محمد تحياتي ليك يا كابتن سيد، معاك احمد ابو ليفه من اسيوط، والهدف هدف ابو تريكه في الصفاقسي. احمد محمد تحياتي ليك يا ابو الكباتن، كابتن سيد هدف ابو تريكه في الصفاقسي. احمد محمد تحياتي ليك، ده بعتها كتير قوي احمد. طب نجري بقى شويه كده، نجري شويه، نجري شويه عشان الناس كلها ايه تبقى معانا. مهند هدف متعب في سيوا سبورت. اسامه صلاح هدف ابو تريكه في الصفاقسي. الاستغفار يفتح الاقفال، ده اسمه هدف الزمالك يا كابتن سيد، هدفي في الزمالك. هدف هدفك انت مين؟ طيب هدفي في الزمالك ولا هدف مين في الزمالك؟ ابراهيم ابو تريكه في الصفاقسي. كل دي رسائل هنقراها وهنتواصل مع حضراتكم معانا على طول. طيب تعرض لنا شويه كده نشوق الناس، اعرض لنا كده شويه ونشوق الناس. يلا يا برنس، يلا انت بادئ بيا على طول. ماشي، ده كان في المحله، صوتي طالع ولا مش طالع؟ صوتي طالع. طيب ده كان هدف في المحله، كان في رمضان، والاسيس اللي عامله ده واحد من النجوم اللي هيبقوا معايا النهارده كابتن احمد بلال في الدقيقه 43. انا كنت بسخن اساسا يعني في الدقيقه 41، كنت راجع من اصابه، نزلت اتعادلوا 2-2 المحله، وبعدين ربنا كرمنا باسيست لاحمد بلال وانا قدرت ان اجيب فيها جول. ده هدف اللي الناس كتير جدا طالباه، هدف متعب في الرجاء، كانت النتيجه 1-0 في دوري المجموعات، والجول ده كان هدف مهم جدا، مش عشان النقطه وبس، عشان الاهلي يخلص البطوله من غير ولا هزيمه خالص خالص يعني. ده هدف طبعا ابو تريكه في الصفاقسي. انا اسكت شويه واخلي الناس تتفرج. دي فقره بلس 90، كل الاهداف ديت جايه بعد الدقيقه 90، بعد الدقيقه 90 91. اتفرج وتمزج وقول يا سلام. ابو تريكه، ابو تريكه، ابو تريكه. اقعد شويه، اقعد شويه. اسعد من جديد، ادي النجم شريف عبد المنعم، وانه بعد ما كاد اللقاء يمر على النادي الاهلي ويذهب الكاس الى 100 عقبه، ولكن كيف يذهب وهناك محمد ابو تريكه النجم الكبير للكره المصريه. قد تفعلها يا فتحي، قد تفعلها، هي جول، اقدامك فيها هدف قاتل قاتل قاتل، بمهاره الهدافين، بروعه المبدعين، بجمال احمد فتحي. الله على اقدامك، الله على تسديداتك، هدف هو الاجمل. عبد الحميد حسن، خطرة، متعب، أوبا! جوه جول عماد متعب، عماد متعب انتظر طويلا كي يلقي بأول أهداف المباراة، والرابع أهو، واللمة أهي، وأوبا! والرابع، والرابع أسامة حسني، والرابع أسامة حسني، والرابع أسامة حسني، افتح الرابع يا ابني، افتح الرابع يا سمسم، افتح يا طبعا اضافه، وادي الكره الثابته، وادي الراسيه، وممكن وهي ويا الله لسه لازم قائمه. خليكم معانا النهارده لان دي يعني حلقه مميزه جدا في حته الذكريات، حته البطولات، حته الروح، حته الاصرار، حته العزيمه.
اللعب لحد اخر نفس، لحد اخر ثانيه، لحد صفاره الحكم، الجول بيجي في لحظه، وكتر الضغط بيولد الانفجار، كتر الضغط بيولد اجوال، بيجيب اجوال. فكل ما انت ضاغط 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 تيجي الجول بقى في الدقيقه 90 94 95، لكن الروح، الثقه اللي جواك، اصرارك ان انت تنتصر واصرارك ان انت تفوز، اكيد هيبقى يعني النتيجه بتاعته اللي انتوا بتشوفوه ده. فبعد شويه هعرضها لكم كامله بقى، فعشان تتمزج وتعرف يعني ايه الاهلي، وتعرف يعني ايه روح الفانيلا الحمراء، وتعرف يعني ايه الانتصار، وتعرف يعني ايه الفرحه، تعرف يعني ايه الفرحه الجماعيه والروح الجماعيه. طيب اكد لكم مره ثانيه ان الوصل الاماراتي فرقه كويسه، يعني الفرقه عندها ثلاث لعيبه من البرازيل، وخصوصا دول موجودين في الخط الامامي زي ما انتم شايفين كده على الشاشه، هم ده ترتيبهم وده المدرب بتاعهم يعني الارجنتيني، ودول الثلاثه لعيبه البرازيليين كايو وفابيو دي ليما، ودي ليما الاخر ده. الثلاثه من البرازيل بيعرفوا يجيبوا جوان كويسه قوي، يعني عندهم يعني مهاره كويسه وعندهم سرعه كويسه، واحد بيلعب بالسترايكر الصريح، والتاني واحد بيلعب على الطرف اليمين، وواحد بيلعب على الطرف الشمال. يعني ماتشاتهم في الدوري الاماراتي خمس مباريات، فازوا في اثنين، تعادلوا في واحده، خسروا اثنين، واحرزوا ثمانيه وعليهم ثمانيه، ترتيبهم السادس. ففرقه مواجهتها صعبه مش سهله يعني. اوكي، فان شاء الله الرحمن نكون موفقين باذن الله في التعامل معها. طيب النهارده الاتحاد الافريقي بينزل ترتيب الانديه من سنه 2000 لحد دلوقتي، من سنه 2000 لحد دلوقتي. وانا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده من بدري قوي، قبل القرن ما ينتهي ب 80 سنه، 80 سنه يعني نبقى بقى في في مساكن الغفير، في طرق الغفير اللي عرفنا يجي لنا يعني. ف 82 سنه، 82 سنه. فمن بدري قوي يعني التصنيف بيجي، دوري ابطال افريقيا مثلا له ارقام، الكونفدراليه ليها ارقام، الوصول لدور الثمانيه له ارقام، الوصول لدور قبل النهائي له ارقام، الوصول للمباراه النهائيه وما فزتش بالبطوله له ارقام من بدري قوي، عشان اللت والعجن. انتوا عارفين اللت والعجن، يعني انت يلا عايزين نعيط شويه، يلا نروح نتكلم في اللي فات، ما هو اللي فات ما حدش رصده، ما بيحدش بيرصده بشكل كبير، فعشان كده هتلاقي الناس كتير جدا تقعد تتكلم وخلاص يعني، تمام؟ والمشكله الكبرى ان انت لو بتتكلم في ارقام او بتتكلم في احصائيات، الناس تطلع تهاجمك في حاجات شخصيه خالص، تقعد تتكلم في حاجات يعني اتهامات او سباب او تهم، اي حاجه اي حاجه، لكن كوره وارقام بتبقى مشكله كبيره. عشان كده الاتحاد الافريقي مشكورا الاتحاد الافريقي بينزل الكلام ده من بدري بدري، من سنه 2000 لحد 2018 علينا وعليكم يعني، كل سنه وانتم طيبين يا رب، تمر علينا الايام بسلام كده. الاهلي في المقدمه، الاهلي في المقدمه رقم واحد ب 1608 نقطه، 1608 نقطه. مازيمبي في الترتيب الثاني ب 1330 نقطه، يعني الفرق اللي ما بين الاهلي ومازيمبي قرابه ال 300 نقطه، قرابه ال 300 نقطه تحديدا، يعني تحديدا يعني 300 او تحديدا 278 نقطه، تحديدا 278 نقطه ما بين الاهلي ومازيمبي. وهشرح لكم ليه مازيمبي، هشرح لكم بعد شويه ليه مازيمبي. الترجي الثالث ب 1246 نقطه، 1246 نقطه. النجم الساحلي الرابع 1147 نقطه. الهلال السوداني 873 نقطه. وفاق الصيف يعني نطه كبيره جدا على فكره، كان العاشر من فتره قريبه جدا، ممكن يبقى الاسبوع اللي فات ولا اللي قبله، بقى السادس لما وصل للاهلي للدور قبل النهائي او مع الاهلي في مواجهه الاهلي، بقى السادس ب 822 نقطه. الزمالك كان في المركز السادس على فكره، بس بعد وفاء الصيف ما وصل للدور قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا، بقى الزمالك في المركز السابع برصيد 751 نقطه، 751 نقطه. يعني الفرق ما بين الاهلي والزمالك اكتر من الضعف. لو حسبت 751 و751 هيطلعوا لك كام؟ هيطلعوا لك 1502، يعني اكتر من الضعف ما بين الاهلي والزمالك. افتكروا الكلام ده عشان بعد 82 سنه هتلاقوا احفادنا بيتخانقوا. اسك الثامن برصيد 717 نقطه. الوداد الرقم 9 برصيد 701 نقطه. الناس تسال الوداد ليه بعيد كده؟ الوداد اصلا، الوداد خلي بالكم بس، اخر او بدا يظهر في الصوره
كأبطال. هو بطل طبعا طول عمره ولا حاجة، بس كان في التسعينات، لكن في الألفية الثالثة يعني غاب كتير قوي، لحد ما ظهر سنة 2011 بالوصيف في دوري أبطال إفريقيا لما خسر من الترجي 1-0 في النهائي، والسنة اللي فاتت كان البطل يعني. فترتيبه ده جمعه من 3-4 بطولات. السنة اللي فاتت كان مثلا البطل، السنة دي وصل لدور الثمانية. في 2011 كان الوصيف قدام الترجي. فيتا كلاب ده العاشر، الكونغولي اللي واجه المصري يعني، ب 96 او 696. في حاجه مهمه جدا يعني هقولها لكم بعدين نرجع للشكل ده يا سمير. المصري يعني بقى في مركز متقدم جدا، وصل للمركز ال 30 المصري، كان يعني عدى مراكز كتير جدا، بس المصري مع حسام حسن يعني حاجه تانية خالص الصراحه، وداهم في مكانه مختلفه خالص من حيث الترتيب الافريقي او التواجد الافريقي. فالمصري كان ترتيبه 132 تقريبا ولا حاجه. بعد وصول المصري السنه اللي فاتت واللي قبلها والسنه دي كمان في الدور الاربعه قبل النهائي في الكونفدراليه، وصل لترتيب متقدم جدا جدا، عدى الاسماعيلي. يعني الاسماعيلي في المركز ال 60، المصري في المركز ال 30 او ال 32 تقريبا، ال 30 يعني. فالمصري عدى فرق كبيره جدا زي مثلا يعني في المشاركات الافريقيه. طبعا الاسماعيلي في المشاركات الافريقيه اكتر من المصري، لكن المصري بقى له 3 سنين متواجد في الساحه الافريقيه. طيب ليه الاهلي الاول بقى؟ ليه الاهلي الاول وليه مازيمبي الثاني؟ رغم خلي بالكم بس عشان نفس المشكله، يعني العقل يبقى هنا والعقل يبقى هنا واحد، فتلاقي الدنيا سلسه جدا بسيطه جدا يعني، فما فيهاش اي صعوبه. لما كان بيتحسب نادي القرن مثلا بيتحسب على مجموعه نقاط، تجمع النقاط يطلع لك رقم، الرقم ده يبقى اكبر من الرقم الثاني بعد ما تجميع نقاط، يبقى خلاص ما فيش مشكله خالص يعني. اوكي، مازيمبي خد دوري ابطال افريقيا بعد الالفيه الثالثه او في بدايه الالفيه الثالثه 3 مرات. مازيمبي خد 2009 وخد 2010 وخد 2015، ده دوري ابطال افريقيا بالنسبه لمازيمبي. يبقى بطوله هيت 2009 وبعدين كررها في 2010 وبعدين كسب في 2015، تمام؟ فثلاث بطولات دوري ابطال افريقيا، وخد السوبر الافريقي 3 مرات برضو، خد السوبر الافريقي 3 مرات، اوكي؟ وخد دوري او كاس الكونفدراليه يعني مرتين 2016 و2017. فعنده دلوقتي 8 بطولات، وكان وصيف يعني في 2013 الكونفدراليه لما خسر من الصفاقسي لو تتذكروا، ما من الصفاقسي كان الصفاقسي كسب 2-1 في تونس وتعادل معاه 2-2 في مازيمبي، ويبقى كده كان الصفاقسي لما كان فخر الدين بن يوسف بيلعب في الصفاقسي، والصفاقسي لعب الاهلي في السوبر لو تتذكروا لما الاهلي كسب 3-2 بالاهداف بتاعت جده وعمرو جمال 3-2. فعنده محصله من الالقاب الافريقيه وصلت لثمانيه، 3 دوري ابطال افريقيا، 2 كونفدراليه، 3 سوبر. فهنا لما تيجي تحسبها بالعقليه بقى بتاعت الحد الافريقي، دي ليها ارقام ودي ليها ارقام ودي ليها ارقام، فبيجمع فوصل للرقم بتاعه ده، الرقم اللي هو 1308 1308 ده او 1308 1330 اسف 1330 ده مازيمبي. طب الاهلي ليه الاهلي وصل للرقم 1608؟ ليه الاهلي وصل للرقم 1608؟ الاهلي وصل للرقم 1608 لانه مع الالفيه الثالثه خد دوري ابطال افريقيا 2001 وخد دوري ابطال افريقيا 2005 وخد دوري ابطال افريقيا 2006 وخد دوري ابطال افريقيا 2008 وخد دوري ابطال افريقيا 2012 وخد دوري ابطال افريقيا 2013. فخد ستة دوري ابطال افريقيا 2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 ست، وخد السوبر 6 مرات، خد السوبر 2002 وخد السوبر 2006 وخد السوبر 2007 وخد السوبر 2009 وخد السوبر 2013 وخد السوبر 2014. يبقى كده 6 بطولات سوبر مع 6 دوري ابطال افريقيا بقى 12، وعنده كمان الكونفدراليه، وعنده الكونفدراليه اللي خدها في 2014 من سيوا سبورت اللي حضراتكم متذكرين بتاع هدف عماد متعب. يبقى المحصله النهائيه للبطولات القاريه بالنسبه للاهلي 13، وبالنسبة لمازيمبي 8. بس الأهلي يتفوق على مازيمبي كمان إن هو واخد 6 دوري أبطال إفريقيا، مازيمبي واخد 3. يعني الأهلي واخد 6 ومازيمبي واخد 3. الكونفدرالية بقى عند مازيمبي أكتر من الأهلي. الكونفدرالية عند مازيمبي خدها 2016 2017، الأهلي خدها 2014 بس. خدها 2014 بس. الأهلي خدها 6 ديسمبر 2014. خد الكونفدرالية مرة واحدة بس. فمازيمبي عنده بطوله اكتر من الاهلي في الكونفدراليه،
فمحصلة مازيمبي جمعت نقاط، فالخطر الأكبر للأهلي أو على الأهلي في السنين الجاية كنادي القرن أو بطل القرن ال21 هو يعني مازيمبي، لأن مازيمبي بيقرب، عنده فلوس كويسة وبيجيب لعيبة كويسة، ولسه كمان متعاقد امبارح مع رقم 25 اللعيب اللي جاب فينا جون في كامبالا سيتي، لعيب كويس على فكرة، لعيب كويس مش وحش، فلسه متعاقد معاه امبارح. الترجي يجي بعديه على طول. الترجي فرقة كبيرة وفرقة لها تاريخ وتواجد افريقي محترم في العشر سنين 15 سنة اللي فاتوا، فيا بتلاقيها في دور الثمانية، يا بتلاقيها في الدور الأربعة، يا بتلاقيها في النهائي، واخدة البطولة 2011 أو آسف خدت البطولة 2011 يعني مازيمبي 9 و10، 2009 2010 والترجي خدها 2011، وصل لنهاية 2012 الترجي بيوصل للأدوار البعيدة جدا في دوري أبطال إفريقيا. ليه الزمالك في المركز السابع؟ مش مؤامرة، هي مش مؤامرة الاتحاد الأفريقي، لا هي مش مؤامرة من الاتحاد الأفريقي، مش مؤامرة على الزمالك. ليه؟ لأن الزمالك في ال 18 سنة اللي فاتوا خد دوري أبطال إفريقيا مرة بهدف على الرجاء المغربي، لو تتذكروا الهدف الشهير لدونجا الكرة المصرية تامر عبد الحميد في الوقت ده، كان هدف مؤثر جدا بالتأكيد، وخد به الزمالك دوري أبطال إفريقيا، وخد برضو السوبر من الوداد تقريبا 4-2 تقريبا، الوداد السوبر الإفريقي، فخد بطولتين وكان وصيف يعني دوري ابطال افريقيا في 2015 لما خسر من مش 2015 2016 تقريبا 2016 لما خسر من سان داونز 3-0 وكسبه في برج العرب 1-0، لكن كان وصيف، فعنده تواجد على المستوى الافريقي، مره كان البطل في 2002 والسوبر 2003 وكان الوصيف في 2016. ده يعني المحصله بتاعت الزمالك في حته الادوار او البطولات في ال 18 سنه، فعشان كده هتلاقيه تراجع، هو كان السادس، وفاء الصيف كان العاشر، الزمالك بقى السابع برصيد 751 نقطه. يا رب اكون شرحت كويس، ويا رب الدنيا تبقى كويسه وسلسه وبسيطه جدا وما فيهاش اي حاجه خالص وما فيهاش اي موضوع انتماءات. دي ترتيب نقاط، ترتيب نقاط، وزي ما بقول برضو دايما يعني الموضوع مش عافيه ولا حاجه، ولا موضوع خناقه ولا اي شيء اطلاقا يعني. المصري في المركز 39، اسف انا قلت في المركز 30، المصري في المركز 69، وهي مش قرعه يعني بتتظبط لفرقه، واللي بيقول كده يراجع نفسه ثانيه واحده وبلاش. يعني في ناس بتقعد تتهمنا بالتعصب، يعني التعصب في ايه بس يا جماعه؟ ده انت يعني فتح عقلك كده ومر مرور الكرام كده على الارقام والتاريخ، وانت هتلاقي الكلام اللي انت بتقوله مش منطقي خالص. يعني الاتحاد الافريقي بيظبط القرعه، قلت الكلام ده امبارح بس هاكده النهارده، هاكده النهارده. يعني قال لك الاتحاد الافريقي بيظبط القرعه للاهلي وبيصعبها على الزمالك، والموضوع ده ينتشر بين الجمهور، والجمهور طبعا على راسنا من فوق، وانا باركت لجمهور نادي الزمالك النهارده، جمهور النادي محترم، جمهور نادي الزمالك جمهور محترم، جمهور كبير جدا جدا وجمهور محترم، بس ممكن يسمع الكلمه ويعني ما يبقاش عنده الداتا مظبوطه ولا حاجه، ولا المعلومه مظبوطه فيصدقها، فتبقى مشكله كبيره جدا. هو بيقول لك الاتحاد الافريقي بيظبط القرعه للاهلي بان هو يجيب له فرق سهله، وبيصعب القرعه على الزمالك فيجيب له فرق صعبه. طيب احنا في اخر خمس بطولات خدها الاهلي او خدها الاهلي او انتصر فيها الاهلي، الزمالك كان في طريقه. يعني 2005 الزمالك كان في النهائي قبل النهائي مع الاهلي، وفي 2008 الزمالك كان في مجموعه الاهلي في دوري المجموعات لما بنظامها القديم لو تفتكروا، ان اللي كان بيطلع على طول يطلع على قبل النهائي، و2012 الزمالك كان في مجموعه الاهلي، و2013 الزمالك كان في مجموعه الاهلي فدوري المجموعات. طيب الاتحاد الافريقي لو بالنهج ده او بالمنطق اللي انتوا بتقولوه او اللي انت عايز توصله للناس، طيب هو بيسهلها عليا لما بيجيب الزمالك في طريقي، ولا بيصعبها عليك انت لما بيجيب الاهلي في طريقك؟ فالامر بسيط جدا. يعني كوره النهارده مثلا الزمالك بيكسب الهلال، مبروك، خلاص مبروك، يعني ايا كان الوضع بقى، الهلال متسيد الموقف مش متسيد الموقف، دي كوره انتصر فيها الزمالك، والف الف مبروك، ولجماهيره الكبيره والعظيمه الف الف مبروك. فعشان الدنيا تبقى ماشيه سليمه جدا جدا، ما توزعش حاجه انت عارف كويس قوي اجابتها لكن بتنشرها وسط الناس على اساس ان في ظلم وفي تربص، في يعني حاجات كتيره قوي مش وقتها في الوقت الحالي. طيب قبل ما استقبل ضيوفي بقى شويه حاجات خاصه بالاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري مواجهه بكره، وبعد شويه هقول لكم مين حكم اللقاء. حكم اللقاء لازم تعرفوه كويس، بعد شويه هقوله لكم يعني ان شاء الرحمن.
هو مش فزوره، هو راجل ادار مباراه كانت فيها برضو نادي الزمالك. فرسمي خلاص محمد معروف، كابتن محمد معروف رسمي خلاص. ربنا يسهل ان شاء الرحمن. طيب الاتحاد السكندري عنده مواجهه مع الاهلي بكره. الاتحاد السكندري يعني فرقه كويسه، جابت مدير فني عالي جدا له كل مكانه وتقدير عندنا وعند كل الجماهير المصريه، كابتن حلمي طولان، ومعاه كابتن وليد صلاح كمدير للكره. لكن الاتحاد السكندري عنده بعض الارقام يعني هنستعرضها مع بعض كده، وان شاء الله الرحمن لما يدخل ضيوفنا كابتن حماده وكابتن اسامه وكابتن احمد بلال هنتكلم فيها. الاتحاد السكندري مثلا عنده مشكله في الثلث ساعه الاخيره او النص ساعه الاخيره من خلال الارقام قدامكم اهي. مثلا يعني استقبل الاهداف وهو نادي الاتحاد السكندري من الدقيقه الاولى لحد الدقيقه 15 ست اهداف وربع، قول ست اهداف يعني اوكي. من الدقيقه 15 للدقيقه 30 12 هدف، من الدقيقه 30 للدقيقه 45 عنده 12 هدف برضه، من الدقيقه 45 للدقيقه 60 ست اهداف مثلا يعني. سيبك من الحاجات التفنيده دي، بصوا بقى اللي جاي ده. من الدقيقة 60 للدقيقة 75 دخل فيه يعني النسب، طبعا مش ست اهداف اسف، انا بتكلم نسب يعني نسب 6% و12% و12% و6%، دخل فيه 31% من الدقيقة 60 لحد الدقيقة 75، 31% من الاهداف دخلت في مرمى الاتحاد السكندري، هو اكبر محصلة اهداف دخلت في شباك الاتحاد السكندري في الدوري. يعني اكبر فرقه دخل فيها اهداف الاتحاد السكندري. لكن مع حلمي طولان ما يعني ما تستنوش الامر ده يتكرر. كابتن حلمي طولان من احسن الناس اللي بتعمل جيم دفاعي كويس قوي لما بيحب يعمل جيم دفاعي. من الدقيقه 60 للدقيقه 75 دخل فيه 31.4%، ومن الدقيقه 75 لحد الدقيقه 90 دخل برضه من نفس المعدل 31.4%. طيب يعني ده يبين لك ان الاتحاد السكندري في اخر الجيم بيتاثر شويه بقى، تقول يتاثر بالحته التعب الاجهاد، فان المستوى التركيز بيقل، فالدنيا بتتلخبط معاهم. فمن الدقيقه مثلا 30 او اسف من الدقيقه كام، الدقيقه 60 لحد الدقيقه 90 يعني النص ساعه الاخيره دخل فيهم 60% او 62% من الاهداف اللي دخلت فيهم، 62% من الاهداف في النص ساعه الأخيرة. طيب أسيبكم بقى مع المتعة والمزاج والحاجة الحلوة جدا جدا جدا، يعني الحاجة اللي هي بتاعت بلس 90، الحاجات المؤثرة شوية، الحاجات اللي فيها متعة جامدة جدا، الحاجات اللي أنت يعني تقول ياه ياه. تعالوا نشوفوا أهداف الدقيقة 90 وما بعد الدقيقة 90 مع نجومنا يعني في فترة زمنية كبيرة جدا. آسف لو ما حصرناهاش بشكل كامل، لكن بشكل كامل، لكن أعتقد إن هي واخد عدد كبير جدا من الأهداف. اتمزج كده وخد نفس طويل جدا وأنت بتتفرج على فرقتك، وأنت بتتفرج على نجومك، وأنت بتتفرج يعني إيه تلعب لحد آخر نفس، يعني إيه من أول ثانية لآخر ثانية ما تسيبش الملعب أبدا ولا تسيب التلفزيون أبدا، لأن ممكن الأهلي يعملها في أي لحظة. اهلا بيكم من جديد، وان شاء الله الرحمن برضو الاجوان ما خلصتش، احنا قدرنا يعني شويه اهداف، لكن بكره او بعد بكره وفي حلقه تبقى فيها متسع من الوقت ان احنا نعرض بلس 90 تاني، لان ده مهم جدا انه يوصل لحضراتكم. خليني ارحب بضيوفي كابتن حماده. مساء الفل. مساء الخير يا كابتن. ازي حضرتك؟ والله انا سعيد بوجودي معاك وكل الاجوان بنجيبها للكابتن سيد عبد الحفيظ بس. لا لا، ده هو جول، هو جول. وفي جول على قاعدين بره بنتفرج. ليه والله ده هو جول بتاعتك كل حلقه كل حلقه. خلاص يا عم بلاش ال10 خليهم 9. كابتن اسامه مساء الفل. ربنا يخليك يا كابتن سيد. كله تمام؟ ربنا يخليك تمام، كله زي الفل والله. كابتن بلال ازي حضرتك؟ ازي كابتن سيد؟ كله بخير الحمد لله. كله بخير، كله تمام، كله تمام الحمد لله. طيب عندنا كذا محور هنتكلم فيه النهارده، طبعا بالتاكيد هي مباراه الغد، مباراه الاتحاد، وفي الاهلي والاتحاد، والاهلي بيواجه الاتحاد السكندري في غياب مجموعه من اللاعبين، كمان في مباراه النهارده كانت في الدوري في الاسبوع العاشر من جامعه ما بين الجونه ومصر المقاصه، سلبيه في كل حاجه، في المستوى وفي الفرص وفي النتيجه وفي كل حاجه. المباراه كمان كانت مباراه النهارده في السعوديه، مباراه الهلال مع الزمالك على كاس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدر الزمالك ان هو يفوز 2-1. مبروك مره ثانيه وثالثه لكل جماهير نادي الزمالك. واحلى ما في اللقاء النهارده كمان لقطه كانت في الدقيقه 74 عشان تعرفوا قد ايه الجمهور ده بالفطره
سواء اهلاوي ولا زملكاوي ولا اسماعيلاوي ولا مصراوي، يعني مفيش مشكله خالص ان انت تكون منتمي للنادي، ده حاجه حلوه جدا، الانتماء رائع جدا. في الدقيقه 74 الجمهور اللي موجود في الملعب هناك بيشجع او بيفتكر يعني ضحايا بورسعيد كبت، فبيقول بصوت عالي جدا جدا، ودي احلى ما في الموضوع. لكن اصعب حاجه لما تطلع مسؤول او يطلع مسؤول يطلع بتصريح ما يعلم به الا ربنا، فالدنيا بتتقلب. فللاسف للاسف هي ده او هو ده سبب كل مشكله. الجمهور عمرها ما هتعمل فتنه او الجماهير عمرها ما هتعمل فتنه، لان هي في الاخر محبه للكوره. فالربط ما بين الجماهير يا كابتن حماده ده مهم جدا، ومسؤوليه للاعلاميين ومسؤوليه للمسؤولين. ففي الدقيقه 74 الناس موجوده هناك بتفتكر يعني ضحايا بورسعيد، الناس اللي هي ماتت وهي رايحه تشجع النادي الاهلي في يوم ماساوي هو الاسود في تاريخ الكوره العالميه والمحليه والافريقيه وكل حاجه. يعني عندنا يمكن يومين، اليوم بتاع بورسعيد ويوم في الدفاع الجوي. صحيح، الناس رايحه امن، يعني امن راح تتفرج على كره قدم، مش رايحه تعمل حاجه غير تتفرج وتستمتع بحاجه. يعني ربنا يرحمهم طبعا. كل المشاكل بتيجي من، مش بتيجي من الجماهير، بتيجي من بره، بتيجي من مسؤول، بتيجي من اعلامي، بتيجي من اللي بيعملوا اثاره غير عاديه في تصريح من واحد مسؤول. الناس بتبص على المسؤول بيقول ايه. لكن طبعا احنا خلينا في الكوره. طبعا مبروك لنادي الزمالك، مباراه جميله حلوه، يمكن الجماهير كلها استمتعت باللقاء من الفرقتين، يمكن عمل مباراه عالميه. الكوره في السعوديه في تقدم عالي جدا، الدوري السعودي دوري قوي. استمتعنا باللقاء ومبروك لنادي الزمالك. اوكي، عايز تكلموا اسامه في النقطه ديت. هم قالوا تحديدا او نصا يعني في الجنه يا شهيد في الدقيقه 74 تحديدا، يعني فمقصوده يعني الناس مترتباها وعاملاها بشكل كويس قوي. احنا محتاجين طبعا الاجواء تهدى الفتره اللي جايه دي. كانت الاجواء الفتره اللي فاتت طبعا مشحنات ومشادات واللي بيتنقل بره بيتنقل داخل الملعب من الجمهور دايما. جمهور اي جمهور فرقه دايما بيبقى هو رد فعل لامور تبقى بره الملعب. فاحنا محتاجين الرياضه خلال الفتره الجايه انها يبقى فيها هدوء اكبر، خاصه ان احنا دلوقتي بنتكلم بقالنا كذا سنه ما فيش جماهير في الـ في الـ في الملاعب وفي الملعب. فاحنا النهارده الدوله بتاخد خطوات يعني مهمه جدا، ووزاره الشباب والرياضه والمسؤولين في الدوله، ان يكون في جماهير خلال الفتره الجايه. فده اللي احنا بنأمله من المسؤولين، تبقى الامور هاديه عشان نشوف يعني الرياضه تتقدم في مصر اكتر واكتر ان شاء الله. كابتن بلال طبعا في الجنه ان شاء الله، يعني باذن الله تعالى لكل شهيد. لكن عايز اقول يمكن زي ما قال كابتن حماده، هي مسؤوليه المسؤولين والاعلاميين، هي دايما الجمهور بيبقى رد فعل دايما يا كابتن سعيد. صحيح. حتى في المباراه في التشجيع هو رد فعل، سواء لادائك الجيد او لادائك السيء داخل الملعب. فالنهارده الاحداث اللي حصلت المؤسفه دي كانت اكيد رد فعل لنتيجه المشاحنات اللي كانت بره الملعب من المسؤولين او الاعلاميين او او او. لما المشاحنات بتزيد قوي بتلاقي رد فعل من الجمهور، وده وضع طبيعي جدا يعني. فاتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه دي كل واحد يلتزم الهدوء. عايزين البلد يعني تبقى ترجع تاني لوضعها الطبيعي، عايزين الجمهور يرجع تاني بشكل الطبيعي، عايزين الناس بعد كده تخش تحتفل، مش الناس تخش تبقى دايما بالنسبه لهم عندهم ذكريات مؤلمه في الملاعب. الملاعب اتعملت عشان الناس تبقى مبسوط، عشان الناس تروح تشجع، عشان كل فريق يبقى داخل هو فرحان ومبسوط ان هو بيشجع بلده، زي ما حصل في 2006 و2008 و2010، وزي ما حصل مع بطولات النادي الاهلي الكتيره وحتى كمان الزمالك. فنتمنى ان شاء الله ان هو انعكاس للمسؤولين وتصريحاتهم ان هي تنعكس على الجمهور ان شاء الله داخل الملعب باذن الله. ان شاء الرحمن يعني في الجنه يا شهيد نحسبهم كلهم شهداء باذن الله. ايا كان يعني الشهداء استاد بورسعيد او الدفاع الجوي من الاهلي والزمالك، كلنا واحد، كلنا مصريين. واللي سامعني دلوقتي او هيسمعني بعد كده في اي حته يعني يوصل المسج ده او الرساله دي لكل جمهور نادي الزمالك، انتوا على راسنا من فوق. جمهور نادي الزمالك انتوا على راسنا من فوق، اختلافنا بيبقى على شخص او اشخاص، بتتكلم في حقنا احنا، ما بتتكلمش، الجمهور ما بيتكلمش علينا، بالعكس الجمهور بيحبنا وبيحترمنا وبيقدرنا. شجع ناديك زي ما انت عايز، وانا هقولها للمره الثانيه، انتوا على راسنا من فوق، لكن احنا بنحب نادينا جدا جدا، فزي ما انتوا بتحبوا ناديكوا كمان. ما ينفعش ان حد يطلع يعني يسيء لحد عندنا في المنظومه او من القيادات او من الرموز بتوعنا. فبالتاكيد اختلافنا بيبقى في الشخص مش في الكيان ولا في الجمهور. مره ثانيه شكر واجب وموصول وتعامل محترم وتقدير على اكمل وجه واوصى واكتر نقطه ممكن توصل لها لنا ولنادي الزمالك. فشكرا جزيلا وكل التحيه والتقدير ليكم. وباكد للمره الثانيه اختلافنا بيبقى مع شخص،
لكن انتوا على راسنا من فوق. نشوف بقى كابتن حماده حلقتنا النهارده. نشوف النهارده تبدا بافريقيا والقرعه وترتيب الانديه الافريقيه، ولا نبدا بالقرعه العربيه؟ انت اللي هتسوق النهارده ولا لا انت اللي بتسوق؟ ولا البطوله العربيه ولا الدوري؟ الدوري خليه في الاخر لان هي مباراه كانت صعبه قوي. يعني خد الدوري بسرعه كده. الدوري يمكن مباراه النهارده. طيب. ناخد الدوري. مباراه المقصه والجونم، الفريقين بيلعبوا على دخول المربع، يعني اللي يكسب النهارده كان هيخش المربع يبقى مركز رابع. صحيح. يمكن جون عامل مادي موسم، كان هيوصل النقطه 15، مادي موسم رائع بجد النهارده، وكان هو اقرب النهارده للفوز يمكن في اخر وقت في كره ثابته. لؤي بيضيعها بغرابه جوه السته، يمكن دي اللقطه الوحيده المضيئه في المباراه. المباراه كلها كانت منحصره وسط الملعب. الدفاع كان قايم بشغل كويس جدا في الفرقتين. دي التشكيله قدامنا، تشكيله المقصه وتشكيله الجون. ولكن الناحيه الهجوميه يمكن ما يعني كان كل الكرات مقطوعه، ما فيش هجمه تقدر تقول اشتغلت. يمكن المقصه كان بيشتغل بجون انطوي وصلاح عاشور ورجب عمران، يمكن هو كان مخلي بره وفوافي يمكن نزل في الشوط الثاني. نفس الكلام الناحيه الثانيه، كان بيخلي اسلام رشدي برضه نزل كورقه رابحه، ورقه تساعده في الشوط الثاني. ولكن كله ده يعني كان اللعب كله منحصر وسط الملعب. نتيجة عادلة، أنا بشوفها عادلة بالنسبة للفرقتين، لكن أنا لازم أحيي هنا الجونة بإمكانياتها اللي بتقدر توصل للمركز دوت. يمكن هي في المركز السادس 13 نقطة بأديها بشكل كويس. ده الحصان الأسود لغاية دلوقتي في البطولة. صحيح. ما كانش حد متوقع إن الجونة ممكن توصل أو تأدي، هي بتأدي بشكل كويس جدا وبتعمل نتائج طيبة. يعني حتى لما بتخسر مباراة بتخسرها، يمكن اخر مباراه خسرها مع الاتحاد في اسكندريه في الوقت الضايع. يعني كانت مغلوبه 1-0، رجعت بهدف وكانت مسيطره على المباراه، ولكن كره برضو في اخر مباراه في الوقت دقيقه 93 الاتحاد بياخد 3 نقط غاليين جدا جدا في مباراه الجونه. فالمقاصه ماشي كويس بشكل كويس، يمكن يعني فاز 3 مباريات ورا بعض وكده هزيمه من الداخليه، ولكن ماشي بشكل كويس مع كابتن طلعت بيأدي. المحترفين زي ما قلنا قبل كده إيريك وفوافي وجون أنطوي عاملين شغل كويس جدا، يعني بتشوف عاملين إضافة في الدوري المصري. يعني الثلاثة المحترفين إضافة كبيرة جدا. نفس الكلام في الجونة، عنده ديفندر اسمه جاتوش، لعيب كويس جدا، من أحسن برأيي أحسن ديفندرات موجودة في الدوري، بيأدي بشكل كويس جدا، عامل الربط قوة موجودة فيه، عنده الباك ليفت كويس. ونسان ده لعيب كويس جدا. جونا قدر يجيب لعيبة السنة دي، تدعمات يمكن واحد فاهم، يعني نادر شاور من الناس اللي بتعرف تختار. يعني عامل فريق كويس جدا ومأدي بشكل كويس. ده يمكن ملخص الماتش النهارده، يمكن ما فيهوش حاجات كتيرة يعني تقدر تتكلم فيه. لقطات في المباراه قلت لك، لقطه واحده بتاعت الهدف اللي ضاع من لؤي في اخر المباراه. طيب قبل ما اسمع رايك النهارده كابتن اسامه في اللقاء وراي كابتن بلال، خلينا نتواصل مع الناس. احنا عاملين بلس 90 النهارده، واسمع لازم برضو اعرف. بس نسيتوا تجيبوا هدف بتاع حسين الاستقلال بتاع الجزائر. انت ما يا عم سمير تجيب لنا الكلام انت على الهوا يا عم سمير. ما انا بقول لك كل اهدافك انت جايب. كل حاجه بس يا عم سمير. يا سمير شيل من ال10 تجوان بتوع الكابتن سيد هدف وحط الهدف بتاعي. خليه 9 بس. خلاص بلال يعديكم بقى. بلال يعديكم. لا بلال ممكن يكون جايب جوان كتير قوي بس بلس 90 ممكن. مش فاكر بصراحه. لا جايب بلال جايب كتير. لا بلال جايب. لا طب خلينا نتواصل مع الناس. تامر محمد بيقول مساء الخير يا كباتن، هدف تريكه في الصفاقسي ومتعب في الكونفدراليه، معظم الناس والاراء جايبه الهدفين دول. يوسف بيقول هدف ابو تريكه في الصفاقسي وهدف شهاب الدين في الاتحاد الليبي. انا يوسف. ماشي يا اسو. خلينا نقول محمد جمال، اهداف كتير قوي بس احلى هدف فتحي في طلائع الجيش اللي خلانا نلعب مباراه فاصله مع الاسماعيلي. عادل عويضه بيقول منور الدنيا كلها، الله يخليك يا عادل، هدف القناص متعب في الكونفدراليه وتريكه في الصفاقسي. اكرامي ناظم بيقول يا ابو الكباتن تحياتي ليك يا فيجو، ربنا يبارك لك يا رب. هدف بيبو الرابع في الزمالك والسادس للاهلي والاسيست بتاعك يا نجم النجوم، الله يكرمك. ابو انس الرماح، ابو انس بيقول بعيدا عن الهدف انا بحبك كابتن سيد والله، بس حاسس انك زعلان. لا والله مش زعلان خالص، مش زعلان يا ابو انس.
اوكي احمد يوسف مساء الفل يا سيد طيب ماشي. عادل العلام مساء الخير يا ابو السيد يا ابو السيد. الاهداف كتير قوي بس الهدف اللي عجبني متعب في الكونفدراليه. وليد هدف تريكه في الصفاقسي. حسين تريكه في الصفاقسي طبعا. اكرام يا ابو شهاب مساء الخير يا ابو السيد ربنا يبارك لك يا ريس. عماد متعب في الكونفدراليه. احمد ناجي ابو يوسف صباح الفل ابو سيد صباح الفل ماشي يا باشا. تحياتي انا احمد ناجي ابو يوسف من اسيوط. احمد شبانه هدف ابو تريكه في الصفاقسي. تمام ده ماتش كاس مصر نهائي كاس مصر. ايمن شوقي حضرتك كنت لسه بتلعب طبعا لعب الماتش دوت. انا نجم الماتش دوت. كناش قادرين نقف على رجلينا خالص. الجو حر جدا والزمالك كان مقطعنا بس انا يعني الحمد لله عملت ماتش كويس يعني. انت على فكره يعني دايما كان عندك ليميت كده للمستوى ما بتقلش عن 7. الحمد لله مؤمن جميل احلى مسا. اتفضل يا ابو كابتن. ماتش المحله والاهلي برضه وجبت جون. مش يعني مش انا اللي جبته، انا ضربت دماغ محمد رمضان. يعني كرة جايه فطلع لعبها فضربت دماغ محمد، محمد لمسها بدماغه وجت جون. خدت 7 غرز. يا نهار ابيض المحله كنت عليها عاليه جدا. دي اهداف. ايوه كده يا سمير. ايوه كده يا سمر. مؤمن جميل احلى مسا عليك كابتن سيد. هدف ابو تريكه في الصفاقسي. مساء الخير يا ابو السيد انا بحبك جدا ربنا يخليك. تريكه في الصفاقسي. شلقامي بيقول هدف مين؟ هدف تريكه برضو في الصفاقسي. عماد متعب ده محمد سعد بيقول عماد متعب في الكونفدراليه. ابو ادم مره ثانيه هدف بركات في الزمالك. صراحه مجموعه من الرسائل كتير جدا. سيد يوسف بيقول مساء الخير يا ابو السيد هدف تريكه في الصفاقسي. هنط شويه بقى كده. نبيل بيقول ابو تريكه في الصفاقسي. مساء الخير يا ابو السيد احلى جون جون ابو تريكه في الصفاقسي. طب اسمك ايه بس؟ كامل ابراهيم. ماشي. حوده مساء الخير يا ابو السيد من بني سويف. حوده اهناسيا قريه. بص على الهدف ده الاول او هدف متى؟ بص على الهدف ده. بص يا ابني انت ابدا ده كتير علينا ده بجد ده كتير علينا. ارجع طيب ارجع ارجع. عندك هدف المحله وهدف الترجي. سمير عمال يعيد فيهم من كل الزوايا. يا ابني انت جبت يا اسمع بس. انت عارف لما نجيب الريحاني قال له ايه؟ يعني كده الخروف صنفره للخروف. صنفره للاوضه. ايوه صح. دهان الاوضه وش اول وش ثاني. يعني مره تجيب هدف المحله الاول بعدها بثلاث دقائق هدف الترجي الاول. غير اسامه تفتكر هدف الدقيقه 90 ليك غير حسين ضاي؟ نصر حسين شايفه عدد هدف الزمالك كمان. هدفين في الزمالك. هدفين الزمالك يعني. الزمالك سبت الرابع تقريبا. مش فاكر حاجه انت قبل خالص صح؟ مش فاكر مره جبت جايب جون في انبي تقريبا 2-1. ماتش 2-1 ده تقريبا في المقاولين في كل حربيه حاجه كده. كان كنا 1-1 وبعدين الجول كده كان حسام غالي عملها وانا حطيتها كده بيمين. والله مش انا يعني ليها جوان كتير بس اتضايق مش حافظها بالظبط. لا جوان كتير فتفتكر ايه ولا ايه؟ طيب انا فاكر طيب. انا فاكر جون جبته انت؟ لعب السكه الحديد. فواحد واحد ومقفله تقفيله فواخد كرة من ورا خالص بعمل 1 2 مع علامي حطها باليمين ده جبتها جون ففرحان جدا. فمحمد رمضان قال لي انت فرحان على ايه؟ محبط محمد رمضان محبط محبط انا عارف. سيبنا 5-1 حد كده بمناسبه الجون مره محمد رمضان ده لا مش ممكن. هو اصلا جريته بعد الجون كابتن محمد رمضان مش ممكن. ايه نفسها احبطنا. بس دماغ ايه بقى في الاداره يعني دماغ فظيعه في الاداره كابتن محمد رمضان. كل تحيه ليه جدا. عايز اقول لك بمناسبه الاجوان والاحباط ده يعني كده مره كنا بنلعب المحله فالمحله كسبت الاهلي 2-1 فمشير حنفي طبعا كلنا عارفينه يعني. فجاب جول في نفسه مين. فتاني يوم كابتن ايمن شويه تعرف كابتن ايمن شويه فظيع يعني. فقال له يا مشير انت ما اعترضتش ليه على الجول؟ قال له انهي جول يا كابتن؟ قال له الجول اللي انت جبته في نفسك. قال له ليه؟ قال له انت كنت اوف سايد. انت كنت لوحدك يا مشير انت كنت اوف سايد. طيب مكملين معاكم بقى وانتوا تواصلوا وان شاء الله الرحمن برضه هقرا. يلا يا عم اسامه. ماشي يا سمر. الزمالك وجون علاء ميهوب. كابتن علاء ميهوب جبتوش ليه في كاس مصر؟ جابوا. طيب اوكي كابتن اسامه يعني قبل ما اقول لك رايك في مباراه الجونه والمقصه
كابتن خالد بيبو، كل سنه وانت طيب. خالد بيبو النهارده حضر لنا حاجه سمير كده بعد شويه ان شاء الله الرحمن هنعرضها للكابتن خالد بيبو. كابتن خالد بيبو كل سنه وانت طيب، وكابتن محمد فاروق النهارده برضو كل سنه وانت طيب، لاعبنا طبعا المعروف. اتفضل يا كابتن اسامه قول رايك. مباراه مصر مقصه والجونه انتهت بتعادل السلبي، هي نتيجه عادله النهارده. مجريات المباراه الفرقتين ما قدموش الكوره اللي كنا مستنينا منهم، خاصة الجونة بتقدم عروض كويسة خلال الفترة اللي فاتت مع كابتن هشام زكريا وفي الاستقرار الفني. مصر مقصة برضو في بداية الموسم كان بيمر بظروف صعبة في الأول، كان في خسائر في تعادل، لكن كسب كذا مكسب ورا بعض، هو اللي حطه في دلوقتي في احنا شايفين ترتيب مصر مقصة في الترتيب الرابع. هو لعب مباراة زيادة عن الجونة، والجونة برضو عنده 13 بونت والمقصة 14 بونت، ففي فرق بينهم بونت، لكن الجونه يعني ناقص له مباراه. على ما اعتقد الجونه السنه دي يعني ان شاء الله هيكون في مكانه كويسه مع نهايه الموسم. نادر شوي عامل فرقه كويسه، وفرقه ما كلفتوش كمان فلوس، يعني هو بدا ينقي من اللعيبه اللي مشيت من الانديه، هو عينيه كويسه مع هشام زكريا، وهشام زكريا برضو الاستقرار الفني عارف اللعيبه من لما كان معاها في الدرجه الثانيه طلع معاهم ابقوا عليه، عارف اللعيبه مستوى اللعيبه، فما شاء الله دلوقتي الجونه بيقدم مستويات كويسه. مصر مقصه برضو يعني خبرات اللعيبه اللي موجوده قدرت برضو انها تحط المقصه، برغم ان هو ما بداش الدوري بدايه كويسه، لكن الخبرات الموجوده كابتن طلعت يوسف برضو خبرات كبيره. هو معانا على التليفون، ناخد كابتن طلعت يوسف الفني لمصر مقصه. مساء الخير يا كابتن. الاخير انا نبتدي داخل. تحياتي ليك وكابتن حمد الصادي وكابتن اسامه حسني وكابتن احمد بلال. تحياتي لهم كلهم. انا كابتن ده حضرتك. يعني اهلا بيكم. يعني مباراه النهارده اخد راي حضرتك الاول وبعدين نتكلم في شويه اسئله تهمنا يعني. مباراه يعني احنا خارجين من هزيمه اثرت شويه على معنويات جوه الفرقه. يعني وانا كان يهمني في المقام الاول في مباراه النهارده اكيد اننا نحقق صمود يقدر يعيدنا تاني لطريق المنافسه على مراكز متقدمه يعني، وعلى المستوى المعنوي يرجع الولاد لحديثنا. لكن في النهايه عشان اكون صريح انا كان يهمني وانا عارف ان المباراه مستاهله انه اذا ما كانش هناك فوز فعلى الاقل لا تكون هناك خساره يعني. وبالتالي احنا لعبنا المباراه بتوازن منطقي ما بين الواجبات الدفاعيه والواجبات الهجوميه. شويه تاثرنا في البدايه يعني عدم وجود وافي برضه نتيجه وافي مش فت 100% مش سليم 100% كان عنده اصابه في الرباط الداخلي للركبه وكان لسه متعافي منه، فبرضه فضلت ان انا ما ابداش بيه. وبالتالي هو حتى لما نزل ما كانش في حالته الطبيعيه بتلاحظ ان هو ياخدنا لقدام بصوره متوقعه يعني. في النهاية أنا راضي عن النتيجة في ظل الظروف اللي احنا لعبنا. ألو؟ ألو؟ اتفضل يا كابتن كمل. بقول لك إنه في النهاية أنت يعني راضي في حالة رضا عن النتيجة في ظل الظروف اللي احنا أدينا فيها المباراة. طيب كابتن طلعت يمكن في مدرسه الكابتن طلعت هي حته تنظيميه بحته، يعني انت بتقابل كابتن طلعت يوسف تعرف ان انت هتقابل فريق منظم بشكل كبير جدا، لكن يمكن مصر المقصه لما بيغيب عنها فوافي او بيغيب عنها جون انطوي او بيغيب عنها تراوري يعني الاداء بيتاثر قوي، خصوصا على الحته الهجوميه تحديدا فوافي وجون انطوي. ده يخليك تفكر في يناير ان انا يبقى عندي يعني برضو بعض الاوراق اللي ممكن يتم التدعيم عليها، ولا هتستكشف بالحال اللي انت فيها كابتن طلعت؟ لا اكيد بفكر انه يكون هناك دعم، خصوصا وان احنا يعني احنا لينا لاعب اجنبي ما زال حق تفيده، بالاضافه لانه يعني بندور على جوه مصر عن امكانيه ان تكون هناك اضافه ودعم للشق الهجومي بشكل عام. ولكن الاقرب للتعاقد كان ما فيش استقرار نهائي على اسم او لاعب بعينه ان يكون هناك لاعب اجنبي او افريقي بشكل اوضح. اوكي، اصرار دايما دفع رجب عمران قناعه بشكل كبير جدا بامكانيات الولد وقدراته، ولا لا مش موجود حد في السته في المنطقه دي تحديدا يا كابتن طلعت؟ انت في النهايه كابتن بتختار الافضل مما هو متاح لك. الافضل اللي ممكن يحقق لك اللي انت بتسعى اليه. والتشكيل اللي ببدا بيه اكيد في ظل اي وضع وفي ظل اي ظروف هو التشكيل الافضل في كل مركز.
بالاضافه لان هناك رؤيه قد تكون مستقبليه للولد، ولد رمز بالنسبه للمستقبل. مش مفترض ان هو يظهر بكامل قدراته في الوقت الحاضر، هو ما زال يعني في مرحله نضج الى حد كبير، ولو انه سنه مش بقدرش اقول ان هو صغير، لكن هو برضه مش كبير، خبراته في الدوري الممتاز يعني مش كبيره. فانا بحاول بقدر الامكان ان انا اكسبه خبرات، لانه انت بتبني، انت عايز تاخد حاجه دلوقتي وعايز تاخد حاجه قدام، فبقدر الامكان بحاول اعمل بالانس ما بين الاثنين. فرجب من الناس اللي ممكن تديك قدام او تدي النادي قدام بشكل متميز جدا. طيب المباراه اللي جايه هتواجه فيها الاهلي المفروض، يعني هنشوف لجنه المسابقات والحاج عامل حسين هيعمل ايه، لان المباراه المحدد ليهم 19 مفروض كده لا تاجلت، اتاجلت رسمي. طيب انت 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 الجواب رسمي ان هي تم تاجيلها عشان الاهلي هيلعب يوم 23 مع وفاق الصيف. طب حضرتك الفتره اللي جايه بقى، انت عندك كاس مصر عندك كاس مصر يوم ايه يا كابتن طلعت؟ عندي كاس مصر يوم 10، يوم الاربعاء اللي جاي على طول مع ابو ايد الاسماك. طيب الفتره اللي بعدها بقى، يعني شايف ان انت مثلا هتبقى في راحه بالنسبه لك 3 4 معسكر؟ انا طلبت معسكر لمده 6 ايام من يوم 20 ليوم 26، وبيفترض ان المعسكر ده هيتخلله مباراتين وديتين. انت لازم تعمل يعني ريفرش للفرقه في المرحله دي، يعني 3 اسابيع كتير قوي ان انت تقف من غير اي نشاط رسمي. فيفترض انه نص هذه المرحله احنا هنعمل معسكر مغلق. كنت محتاج الفتره دي يا كابتن طلعت؟ افندم؟ كنت محتاج الفتره ديت، يعني كنت محتاج ان انت تشوف في مدربين يقول لك انا مدرسه عايز اتمرن شويه، عايز اتمرن بعض الاوقات فتره اطول شويه، احفظ لعيبه اكتر، بقى عندي مساحه من التدريبات اكتر، انت كنت محتاج الفتره دي ولا كنت عايز تستمر في متابعه المباريات او اللقاءات يا كابتن طلعت؟ الفتره دي ليها سلبياتها وليها ايجابياتها على اي مدرب وعلى اي فرقه. ليها سلبياتها هي ما بتحطكش في الريتم الثابت اللي انت بتسعى ان التيم يبقى موجود فيه، يعني ان انت كل 4 ايام او كل 5 ايام بتلعب ماتش، ودي ميزه بعض اللي هو عنده وفره من اللاعبين اللي ممكن من خلالهم يقدر يعمل عمليه روتيشن. يعني احنا ما عندناش الرفاهيه دي شويه، فقد تكون، وفي الوقت نفسه هي ميزه بالنسبه للبعض ان هو زي ما انت بتقول كده انه يبقى محتاج ان هو يعيد ترتيب اوراقه، انه يدخل ناس. يعني انا عندي مثلا عندي سبيطر راجع من عمليه رباط صليبي عاملها من 7 شهور تقريبا، ولحد دلوقتي هو بيتمرن معايا بقاله حوالي 3 اسابيع، ده الاسبوع الرابع، انا محتاج ان انا اديله. فممكن في ال 20 يوم دول والماتشات الوديه اللي احنا هناخد فيها ياخد، وبالتالي يرجع ينضم للمجموعه اللي ممكن تديني في الفتره اللي ما بعد. فهي مرحله بالنسبه لي هتديني ايجابيات، لكن برضه ليها سلبيات، ان هي بتبعدك عن ريتم الاداء. صحيح صحيح. طب هترجع على مين؟ يعني انت راجع على مين الفرقه اللي هترجع عليها في الدوري يا كابتن؟ جدول مش قدامي. متهيألي بيراميدز، متهيألي. او الاسماعيلي؟ لا لا، الاسماعيلي احنا لعبناه خلاص. لا هو بيراميدز. تقريبا ان شاء الله باذن الله. اوكي كابتن طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقاصه، شكرا جزيلا لحضرتك وبالتوفيق باذن الله. شكرا جزيلا. اتفضل يا كابتن اسامه كمان. زي ما الكابتن طلعت بيقول، انا النهارده يعني ما المباراه كانت في الجونه، كنت بلعب على الثلاثه بونت، ما خدتش 3 بونت يبقى بلعب على التعادل. فالنهارده هي النتيجه العادله بين مصر المقاصه والجونه هو التعادل، يعني هما الفتيان. حتى المباراه ما ظهرش فيها يعني فرص كتير، كانت الفرص على استحياء، حتى الفرص ما كانش فيها خطوره بالنسبه حتى للجونه وبالنسبه لمصر المقاصه. بالنسبه للجونه زي ما قلت لك يا كابتن سيد، يعني مع نهايه الموسم هنشوفهم في مكانه افضل كمان من المكانه اللي هي فيهم اللي هم موجودين فيها دلوقتي. عندهم فرقه كويسه بدنيا، واقفين كويس، عندهم عناصر في كل الخطوط، عناصر كويسه. وعلى ما اعتقد برضو الجونه برضو هيتم تدعيمه، برضو نادر شوي في يناير برضو هيجيبوا لعيبه برضو تقدر، يعني ان الطموح عندهم اكيد هيزيد مع المستوى ومع ترتيبهم في الجدول، اكيد الطموح هيزيد خلال الفتره الجايه برضو. طيب كابتن بلال، بص المباراه دي هي مباراه تكتيكيه، يعني واخده طابع التكتيكي بشكل اكبر بكتير جدا من الناحيه الفنيه والناحيه الجماليه. اثنين مدربين الاثنين بيلعبوا يمكن تقريبا بنفس الشكل وبنفس طريقه اللعب،
هم داخلين المباراه عشان يقفلوا على بعض بشكل جيد جدا. يعني كل واحد داخل في المباراه هو عارف نقاط الضعف والقوه عند المدير الفني الثاني، فبالتالي هو بيلعب على الحته دي، مركز على الحته دي ان هو يقفل الثغرات اللي موجوده عنده او يشتغل على الاجابات اللي موجوده عند الفريق الخصم. اثنين مديرين فنيين قارين بعض بشكل جيد جدا النهارده، يمكن زي ما قال الكابتن حماده ان معظم الكره في نص ملعب، ده معناه ان الفرقتين قافلين بشكل كويس قوي، الاثنين خطوط الظهر بتوعهم اشتغلوا شغل كويس جدا يا كابتن النهارده، قافلين بشكل كويس. النهارده كان التواجد الهجومي عند الباكين، الباك اليمين او الباك الشمال عند الفرقتين كان بحذر شديد جدا، الخروج كان بحذر شديد جدا، لان الفرقتين عارفين ان في سرعات في النواحي الهجوميه عند برضو المهاجمين بتوع الفرقتين، سواء اذا كان شيكاتارا الناحيه دي او عبد الملك او جون انطوي ورجب عمران الناحيتين، الاثنين عندهم سرعات، عشان كده كان دايما في حذر كابتن حماده كتير في الحته دي، ان هم ما بيتقدموش، يعني دايما اللي بيتقدم كان دايما لعيبه خط النص كانت دايما بتعمل التغطيه في الحته دي، عشان كده ما شفناش حاجات جماليه النهارده، ما شفناش فرص ضايعه كتير النهارده. برضو حته انا المقص عجباني جدا وفريتها عجباني جدا، لكن حته انك ما عندكش البديل اللي ممكن يحل محل اللعيبه الاساسيه دي مشكله كبيره. ثلاث اوراق بس يعني مشكله كبيره. وافي وتراوري في بدايه الموسم يمكن احنا انت اتكلمت غابوا او هو سال لما غاب جون انطوي بس لوحده كان عندك مشكله كبيره. لا كان ساعتها ايريك تراوري برده كان غايب. وايريك كان غايب لكن مشكلة. الحته الهجوميه عنده مشكله كبيره. النهارده برده يا كابتن باولون فوفي لما غاب في بدايه الشوط الاول ما في التواجد الهجومي برده لمصر المقص ما كانش موجود، ما تحسش ان في خطوره هجوميه، يعني المثلث ناقصه حاجه. يعني دي من الفرق اللي بتعتمد على 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 ثلاثه في الحته اللي قدام، بتعتمد على المهاره بتاعتهم والقوه والسرعه اللي موجوده عند اللعيبه. تراوري من العمق بيعمل معاه شغل بشكل كبير جدا جدا جدا. النهارده انت حطيته تحت شويه، فبالتالي ما بقاش عنده انطلاقات. كنت الاول ممكن تحطه قدام مكان صلاح عاشور يلعب في الحته دي وتحط واحد ديفندر ويلعبوا بثلاثه باربعه ثلاثه ثلاثه، لكن النهارده حطيته ورا فالانطلاقات اللي جوه مش موجود. بالاضافه لفافي اللي كان بيعمل لك الفارق في المهاره والسرعه، النهارده الشوط الاول ما كانش موجود. هنزله بس ده من اللعيبه اللي بيحب يبتدي المباراه، يعني في لعيبه بتحب تبتدي اللقاء، هو فوق في الحته دي بيوجدها بشكل كويس قوي. فالنهارده خلي بالك انت برضه في اللي انت بتقوله يا بلال، شوف برضه الناس اللي غيرت في المقص او في الجونه، هتلاقي فوافي كان قاعد ونزل الشوط الثاني. نزل الشوط الثاني طبعا نفس الكلام عنه، قال لك كان يعني راجع من اصابه وحتى مش جاهز، نزل ما كانش جاهز. نفس الكلام هتلاقي في الجونه اسلام رشدي واحمد مجدي اوراق هجوميه بشكل كبير قاعده ونزل الشوط الثاني. فعشان الاثنين مقفلين على اللقاء. عشان كده بقول لك ان المقصه يعني هي ترتيبها كويس، فرقتها كويسه، لكن من الفرق اللي بتعتمد على الثلاثي الامامي، مش بس الكره، مش الكره الجماعيه، يعني مش بس التكتيك اللي بتشتغل بيه، مش الكره الجماعيه اللي بتوصل بيها، لا، الثلاثه اللي قدام لو المهارات موجوده، لو الفتنس موجود، القوه موجوده، خلاص بتعمل شغل كويس قوي. لو مش موجوده يبقى عندك مشكله كبيره في الحته دي، زيهم برده زي الاتحاد السكندري نفس الموضوع، عنده الثلاثه اللي قدام لو فايقين وفي حالتهم بيعملوا ماتش كويس قوي، لو مش في حالتهم برضو بقى عندهم مشكله كبيره في الحته دي. طيب السؤال الاخير في النقطه دي يا كابتن حميد، قبل ما اروح للقرعه بقى بتاعت الدوري 16 في كاس زايد للانديه الابطال، المقص من سنتين كان بينافس لحد اخر 8 9 اسابيع يعني. سؤال معتاد اجابته يعني ممكن يكون احنا عارفينها كموجودين في المنظومه، لكن الناس كمان يهمها انها تعرفها. ليه الانديه دي ما بتكملش؟ ولو كملت تبقى موسم ونص بكتير قوي، او نص موسم كامل قوي يبقى انجاز. تمام، ليه ما بتبقاش فيه استمراريه؟ يمكن هو دخل شويه في الاستثمار، استثمار رياضي، قدر يسوق بعض اللعيبه بمبالغ كبيره. يعني بعد ما وصل خد تاني دوري يمكن باع حوالي 3 4 لعيبه بمبالغ كبيره، ناس من العناصر الاساسيه الموجوده. تغيير الاستقرار الفني، تغيير ايهاب جلال، اثر بشكل كبير. هو بيكسب، يمكن من الانديه اللي بتكسب في الدوري، بيعرف يبيع كويس المخص. وده مهم جدا، اللي انت برضو انت مش هتلعب، مش هتلعب على الاول، مش هتلعب على بطوله، انت بتلعب على البطوله بتاعتك، ان انت تخش تلعب، تعمل مشاركه افريقيه، تبقى رابع ثالث ثاني، لكن انت ما بتلعبش على بطوله. يعني هو مش 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 هدفه، او ما عندوش المقدره اللي بقى اول الدوري. فبيشتغل لو يوصل لمكان معين، في نفس الوقت بيكسب عشان يقدر يعمل استثمار رياضي عنده، من المقص من الفرق اللي بتعمل الكلام دوت. زي في فرق كتير سموحه بتعمل دلوقتي الكلام دوت، لكن لما تيجي تركز انت على بطوله مش هتستغنى على اي لعيب عندك. هتركز تعمل تدعيمات وهتصرف كتير قوي، مش هتكسب بس هتصرف كتير عشان تبص على بطوله. ودي بتبقى امر صعب بالنسبه له، مش هيقدر يواجه القصه العقود العاليه جدا واللي انت تعمل تدعيمات. فبيعمل التدوير او الاستثمار، ببيع ثلاث لعيبه بمبالغ كبيره، وبعمل تدعيمات من درجه ثانيه من لعيب افريقي بتاع. النهارده عنده
الثلاثه اللي قدام جون انطوي وفوافي وايريك ثلاثه يمثلوا عنده ده قوه كبيره طبعا قوه كبيره فنيه وماليه لما اجي افكر لو فوافي او ايريك لما اجي اعمل له تدوير وبيعه لا هيجيب لي مبلغ كبير من لعيبه كويسه جدا عنده اكتر من لعيب في الملعب فهو بيجي في وقت لما بيعمل الكلام ده لازم يحصل هبوط في المستوى لو ما عملش التدعيم اللي القوي اللي يقدر يأثر يعني احمد لما باع احمد الشيخ كان نمره واحد عنده هو الهداف الدوري وبيعمل له شغل قدام بشكل كويس جدا فهو يعني في لعبه كثيره مشت من عنده فده طبيعي جدا اللي يبقى فيه هبوط في المستوى الفني فبتاثر في النتائج وبيعمل التدوير تاني بقى بيجيب لعيبه تاني وبيقف على رجليه بشكل كويس وزي ما قال بلال لازم عنده البدائل القويه اللي تدخلني ابقى في المربع عشان انا بنافس فرق كبيره بنافس الزمالك بنافس الاهلي بنافس السموحه بنافس الفرق كلها اللي داخله في المنطقه دي في المربع او الاربعه الاوائل ناس مدعمه بشكل كويس وعندها القدره الماليه وعندها القدره الفنيه في الملعب فلازم لو انا مش قد الفرق ديت مش هقدر اخش في المربع. اوكي طيب هاخد برضو الرسائل عشان كتير جدا الصراحه برضو منورين يا ابو الكباتن انت وهو كابتن حماده واحد بيحبك قوي يا كابتن حماده. ربنا يخليك. انا قال لك وانا ادي عم انا ماليش اي اعتبار عنك. انت مستخسر فيا ماليش اي اعتبار عنك. محمود طه بحبك قوي يا كابتن حماده. ربنا يخليك محمد. محمد طلعت بيقول اكيد من غير ما نفكر ابو تريكه في الصفاقسي والحاوي في سيوا سبورت. الحاوي ما جابش في سيوا سبورت اللي جاب متعب تقريبا في سيوا سبورت. السيد توفيق الفقي طريقه في الصفاقسي ومتعب في سيوا سبورت مظبوط كده. احمد ادري بيقول ابو تريكه ومتعب. ازار المصري عماد المتعب الاسم مش باين قوي الهزوز هو كده عبيد الهزوز مش عارف عماد متعب في نهائي الكونفدراليه. محمد ابو النصر كل الاهداف حلوه متعب هدف في الكونفدراليه ده كريم كامل سعودي هدف عماد متعب في الكونفدراليه اوكي سعودي ابو زياد من سوهاج حسام حبيب تريكه في الصفاقسي عماد متعب في سيوا سبورت ده علي اوكي احمد فتحي في الجيش حمدي ابو تريكه في الصفاقسي طارق خالد هدف عماد متعب في سيوا سبورت احمد هدف عماد متعب طبعا يا ابو السيد عبد الرحمن هدف احمد رؤوف في الكونفدراليه احمد ناصر هدف شهاب الدين في الاتحاد الليبي علي محمد هدف تريكه في الصفاقسي معتز هدف معتز فايز هدف ابو تريكه في الصفاقسي احمد عاطف هدف في دوري ابطال ايه هدفك في هدف انا والله العظيم ثلاثه انت احلى واحد في الدنيا احمد عاطف ده احلى واحد في الدنيا طيب سيد محمود ابو تريكه في الصفاقسي محمود عبد الله بيقول لك مسك الراجل يلا بالسلام خليني اقول لك ناس كتير جدا يا كباتن جامعه ما بين ابو تريكه وعماد متعب وطلائع الجيش تعال نسمعهم صوت وصوره وبعدين نكمل كلامنا قد تفعلها يا فتحي قد تفعلها هي جول اقدامك فيها هدف قاتل 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 بمهاره الهدافين بروعه المبدعين بجمال احمد فتحي الله على اقدامك الله على تسديداتك هدف هو الاجمل سعيد لو لسه رمان الباصه جميله محاوله خطيره سريعه والعرضيه جميله راس يحيى الاهلي يحيى الاهلي يحيى الاهلي الاهلي الكبير الاهلي العظيم الاهلي زعيم افريقيا الاهلي بطل افريقيا الاهلي ملك افريقيا الله اكبر الله اكبر الله اكبر هدف الفوز الغالي بمشيئه الله تسلم لي رجليك وايديك وعينيك يا ابو البنات يا ابو تماره ويا ابو سليم يا عماد يا متعب كرة طويلة في عرض الدفاع التونسي لمسة من عماد متعب مرتدة تصويب وجول جول 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 الهدف الأول للنادي الأهلي محمد أبو تريكة يخطف الهدف هدف غالي جدا ماشي طيب خليني أقول لكم مين أكتر واحد جاب أهداف في بلس 90 يعني عاملين كده رسم بياني لعماد متعب مثلا جاب 14 هدف بعديه أبو تريكة 7 أهداف عماد متعب ده أنت جبار يا عماد ده أنت جبار 14 هدف بعد الدقيقة 90 وبعد كده أبو تريكة 7 وبعدين فلافيو 4 وبعدين أسامة حسني بقى ومحمد بركات وأحمد فتحي وعبد الله السعيد
انا مش موجود يا عم. لا دي 90 سمير عكاشي عماد متعب ملك ال 90 ملك ال 90 ملك القناص عماد متعب الدقيقه 90 يبدا عماد متعب. اوكي طيب كلهم بقى اربع اهداف اسف يعني عماد متعب 14 وبعدين ابو تريكه 7 وانتوا كلكم 4 ده انت يا بلال ليك 4 يا بلال. لا بلال مش موجود معانا هنا. لا يبقى فلافيو واسامه حسني وبركات واحمد فتحي وعبد الله السعيد. احمد فتحي ما شاء الله له 4 بعد الدقيقه 90 4 اهداف 4 اهداف. طيب اوكي نبقى ندور في الارشيف بتاعنا نشوف في كام جون مؤثر. 3 مؤثرين لفتحي؟ لا بشكل عام يعني طبعا انا في رايي بتريكا ومتعب الاثنين يتساووا مع بعض بطولتين بطوله صح بطولتين مش بطوله قاريه بطوله قاريه بطوله قاريه وبعدين عماد فتحي في المحلي بقى بتاع ماتش الجيش. لا بس عماد فتحي برضه يعني كنا كده وصل فتحي وصلك لمباراه فيصل صح مباراه فيصل. اوكي طيب كل سنه وانت طيب كابتن خالد بيبو كل سنه وانت طيب كابتن محمد فاروق نشوف حاجه خاصه بيكم كل سنه وانتم طيبين وبالف صحه وهنا ان شاء الله. الاثنين ثلاثه حلوين لبلال احلى لخالد بيبو وبيبو بيدور لبلال مره ثانيه ومضغوط على بلال اوبا والهدف الثالث والهدف الثالث الله 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 والهدف الثالث للنادي الاهلي في امسيه غير متوقعه. ادي بيبو وادي بلال ويحل عليه الرصيكه ويسيبه ويخش على طول بيبو يحطها زي ما بيكون بيحط ضربه جزاء بالظبط لان ما فيش اي مشاركه من رضا سيكا او بشير التبعي او محمد ابو علي او اي حد. ثلاثة واقفين يتفرجوا عليه وحطها حلوة حلوة حلوة. ثلاثة الأهلي لا شيء. نادي الزمالك طلع له بلال وطلع له بيبو يحطها لبيبو واحد لواحد بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو جول بيبو بشير بيبو جول بيبو بشير بيبو جول. ادي خالد بيبو وادي بشير التابعي عمل روح يمين وكسر شمال وحطها جوه ما يقدرش يعمل له حاجه وما تحت رجل عبد المنصف برضه ما يقدرش يعمل حاجه. ادي الزاويه العكسيه وادي ترقيصه بشير وادي دخوله وادي ما بين على طول ذراع ورجل عبد المنصف وماشي خالد بيبو وماشي خالد بيبو وماشي خالد ارضيه وفاروق وفاروق وبيبو وبيبو والهدف الثابت. يخرب عقلك يا راجل يخرب عقلك يا راجل. بص خالد اخذ بشير وسيكا وفاروق وفاروق وسقاها فاروق وبيبو واخذ بشير وحطها وهو واقف وعبد المنصف وهدف خامس. مش ممكن. ايه اليوم الغريب ده؟ ده يوم مش معقول. ده يوم من ايام الكوره اللي ما بتتكررش ابدا. وده سيد عبد الحفيظ وهجمه مرتده وثلاثه احمر على اثنين ابيض ثلاثة أحمر على اثنين أبيض بيجري بيبو ويحطها له وهو جول 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 وهو جول. أقول لك إيه وعد لك إيه يا خالد يا بيبو ما عنديش حاجة يا ابني أقولها لك خلصت كل الكلام. تلقى تمريرة بديعة جدا وعبد المنصف هيعمل إيه الراجل هيعمل إيه هيعمل إيه عبد المنصف الله يكون في عونه. زقها في المساحة الفاضية وبحساسية الأقدام الهدافة يحطها حلوة قوي قوي قوي. خالد بيبو وادي عبد المنصف الراجل هيعمل ايه هيعمل ايه وبيبو وستة قوي زي النادي الاهلي واتلعبت حلوة ومعدية ولا الجول الثاني الجول الثاني طبعا هنا فاروق حط الكرة في نفسه حط الكرة في نفسه انما فاروق حلوة حلوة الجول الثاني للنادي الاهلي في وقت قاتل برضه كابتن شوبير واحنا بنلعب في الدقيقة 20 يعني قربت قوي المسافة بين الاسماعيلي وبين الاهلي وشوفوا الصمت اللي بيعتري المباراة دلوقتي ويعتري الملعب الجمهور كله مش مصدق وايمن رمضان وسعد عبد الباقي هيكمل وهنشوف ايه اللي هيحصل في المباراة المثيرة السريعة الغريبة مباراة القمة الثانية الاسماعيلي والاهلي. زي ما قلت لك هنشوف اهداف ثانية في اللقاء. ادي الكورة لا والله اللي حطتها محمد فاروق اللي حطتها محمد فاروق مش الراجل اللي حطتها بنفسه في غياب تروح لعادل مصطفى حسام غالي فاروق سيد عبد العزيز بيشوطها في الجول على فكره جت عرضيه تروح تاني للعماره جوه المنطقه جول يا فاروق يا سلام على المباراه
اصبحت على سبيل ساكن اعباك جرام محمد فاروق احد. كل سنه وانت طيب كابتن خالد بيبو، كل سنه وانت طيب كابتن محمد فاروق. كابتن اسامه، كابتن بيبو، كابتن حماده، هعرض لكم حاجه لطيفه جدا، دي حقيقه مش فوتوشوب على فكره. واحد دهن بيته، عامل بيته كله اهلي. اعرض يا عم سمير كده شوريها لنا. بص المنظر ده. هو لطيف جدا. عايزين نعرف اسمه. طيب ميتو الاهلاوي اهو كده. ميتو الاهلاوي. الله مساء الفل يا ميتو. والله شكل البيت حلو. وشغل عالي بقى، ورمضان صبحي ومش عارف مين اللي لابس ازرق ده، بس مش مشكله. ده نادي القرن. ونادي القرن ده اهلي يمين وشمال. جميله جميله جدا. الانتماء حلو قوي. جميل. في ابن دور مخالف في عمل. لا بس جميله جدا طبعا. جميله جدا طبعا. تحيه كبيره لميتو. ميتو. كابتن حماده، كابتن اسامه، كابتن بلال، النهارده كان في قرعه الدور 16، الدور 16 لكاس زايد للانديه الابطال. الانديه مثلا او المباريات بقى هتجمع ما بين وقعه الاهلي مع الوصل الاماراتي، واحنا عرضنا نقاط القوه في الوصل الاماراتي، وعندهم خط هجومي صعب على فكره، مش سهل، وبيعرف يجيب اهداف. والاتحاد مع الزمالك، الاسماعيلي وقع مع الرجاء، وبرده قدامنا اهي على طول، والاسماعيلي مع الرجاء، دي الانديه المصريه في مواجهه خالصه طبعا مصريه. كابتن حماده، الاتحاد والزمالك، الاتحاد والزمالك، الرجاء مع الاسماعيلي، وفاء الصيف مع الاهلي السعودي، ومواجهه جزائريه سعوديه. وفاء الصيف هيقابل مولوديه الجزائر، والنصر السعودي هيقابل وفاء الصيف. النصر السعودي اسف هيقابل مولوديه الجزائر، و واهلي جده هيقابل وفاء الصيف. الهلال السعودي مع النفط العراقي، والوداد المغربي مع النجم الساحلي، والمريخ السوداني مع اتحاد العاصمه الجزائري، والنصر السعودي مع مولوديه الجزائر. كمل. طيب عندك وفاء الصيف مع اهلي جده، مظبوط، وفاء الصيف مع اهلي جده. بالظبط كده، وفاء الصيف مع الاهلي السعودي. يعني في مواجهه جزائريه ما بين وفاء الصيف والاهلي السعودي، والنصر السعودي مع مولوديه الجزائر. طيب كابتن حماده، القرعه قويه جدا على فكره، ايا كان الفرقه اللي هتقابلها. الوصل الاماراتي طبعا فرقه كويسه بالتاكيد، وعندها خط هجوم كويس، وعندها مدير فني ارجنتيني، ومواجهه مش سهله اكيد. لكن كمان اي فرقه كانت هتقع معانا غير الوصل الاماراتي، فهي الفرقه كلها قويه. الفرقه كلها قويه، بس لازم احيي الاتحاد السكندري، يمكن هو اللي عمل مفاجاه وخرج ترجي. ادى مباراه، خرج البطل، هو البطل السنه اللي فاتت. ده لازم احييه في المجموعه الموجوده، وانجاز بالنسبه للاتحاد السكندري انه بيعمل يعني بيتعمل 1-1 في اسكندريه، وهناك 2-2. فدي يمكن المفاجاه الموجوده، وبحيي فيها الاتحاد السكندري طبعا كابتن محمد عمر. لكن كل المباريات مباراه صعبه جدا، يعني الاحسن هو اللي وصل. ويا رب يكون ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله يكمل في البطوله ديت، من ضمن البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي في اطول موسم في تاريخ الكره المصريه حقيقه. بجد طويل كتير طبعا. يعني في نقطه كان بيتكلم فيها الكابتن طلعت، حته المعسكر اللي هيعمله دوت. المعسكر ده هيعمله كتير قوي، هو واي مدرب في الدوري المصري، يمكن لو مش بيشارك في اي بطوله، لو بيشارك في بطوله الدوري بس، هتلاقيه عنده فترات كتيره جدا توقفات. دي بتعمل مشكله للمدرب في موضوع تنظيم الحمل، ان انت تعمل تنظيم حمل لمده سنه دوري تشغل. يعني احنا قعدنا فتره مثلا في الدوري قبل كده كان عندنا توقف مره 50 يوم، ومش عارف توقف اسبوعين، تيجي بطوله افريقيه، بتعمل مشكله في للتيم نفسه. انت بتبقى ماشي برتم معين في الدوري والمستوى شغال، يجي لك توقف كبير جدا، وبالذات السنه دي التوقفات حتى انت مش عارفها. يعني انت عندك توقفات مع علومه اللي هي المنتخب افريقيا للانديه بتبقى عارف، ولكن في تاجيلات كتيره بتحصل. مثلا حصل اجهاد مثلا لمصر في ماتشات افريقيا، فتاجل له الماتش اللي بعديه، المقاولين، وتأجل نفس الكلام للنادي الاهلي. المؤجلات الكتيره ديت والتوقفات مبقاش انت حاططها في البرنامج بتاعك، فدي فعلا بتعمل مشكله للمدربين في الدوري المصري، اللي هي التوقفات الكبيره. هي مش حلوه يعني، مش هقول لك ده انا محتاج التوقفات دي. لما فرقتي تبقى ماشيه بشكل كويس في الدوري، بتيجي وقت
انت ما عرفش التوقف دوت هيساعدني بعد كده ولا لا، هل هيخلي الريتم بتاعي شغال بشكل كويس ولا هيقع، هل هستغلها بشكل كويس ولا لا في الفورمه. خصوصا لو المده كبيره يا كابتن، يعني لو المده صغيره مش مشكله، يعني لو عندك ماتش مؤجل يا كابتن زي الاهلي مثلا كده بتيجي يقول لك ده ماتش فلان اتاجل عشان افريقيا، بقى تحط في البرنامج عندك فبتعمل لك مشكله. فالله يكون في عون المدربين السنه دي في الدوري كله، الدوري المصري كله، خلال السنه دي كلها المدرب اللي بيشارك في افريقيا والبطوله العربيه والدوري المحلي، ما هو اللي بيشارك في البطوله النهارده كابتن حماده، وانت بتعمل القرعه المفروض بتحط اي قرعه في الدنيا بتعمل تحط الماتشات وتحط المواعيد جنبها، المواعيد جنبها لازم النهارده المواعيد مش محطوطه عشان انت ما تعرفش الدنيا اللي هتتلعب في امتى، ده هيكسب عندك هيكسب ازاي، مش المشكله اللي قالها كابتن سامي المواعيد نفسها صحيح بتبقى متسكنه ومعروفه، مثلا النادي الاهلي هيلعب امتى الماتش والعوده بتاعه امتى عشان اقدر انظم البرنامج بتاعي. صحيح. طيب لو بصينا على كل المواجهات كده كابتن اسامه، يعني الاهلي مع الوصل الاماراتي، الاهلي المصري يعني عشان في الاهلي السعودي، الاهلي المصري مع الوصل الاماراتي، الاتحاد السكندري مع الزمالك، الرجاء المغربي مع الاسماعيلي، وفاء الصيف مع الاهلي السعودي، الهلال السعودي مع النفط العراقي، على فكره فرقه كويسه دي النفط العراقي، فرقه كويسه، الوداد المغربي مع النجم الساحلي، المريخ السوداني مع اتحاد العاصمه، النصر السعودي مع مولوديه طهران الجزائري، ما فيش ولا مباراه سهله، كل مباراه قويه. يعني حتى قالوا الاتحاد السكندري مع الزمالك تبقى مواجهه مصريه ممكن بالنسبه للزمالك ضعيفه شويه، لكن انا شايفها برضو قويه، حتى بعد قدوم الكابتن حلمي طولان، كابتن حلمي طولان من المدربين الكبار كمان اللي يقدر يعني يحفظ لعيبته، يقدر يقفل المباراه وياخد منها اللي هو عايزه. فشايف كل مباريات قويه، كلها فرق اسمائها كبيره، وطبعا النهارده البطوله العربيه يعني بتحمل بطوله الشيخ زايد برضو، دي بيديها اهميه كبيره طبعا طبعا. لكن انا يعني في نقطه ما كنتش حابب اتكلم فيها النهارده، ظهرت على السوشيال ميديا حته ان الاهلي تنزل على الصفحه الرسميه للبطوله العربيه الصوره النهائيه وما فيهاش اسم النادي الاهلي، دي تم تداولها النهارده. انا يعني ما اعرفش هل الكلام ده صح ولا غلط، بس الحاجه اللي انا عايز اضيفها، يعني اي بطوله ما بتضيفش الاهلي، الاهلي هو اللي بيضيف لاي بطوله هو بيدخل طبعًا فيها طبعا، وعلى مستوى التصوير والقيمة طبعا، اسم الاهلي هو اللي بيعلي اي بطوله، هو صحيح. اللي بيكبر اي بطوله، حتى بطوله افريقيا النهارده لو النادي الاهلي مش مشترك في افريقيا او خارج من افريقيا، تعالى كلم الناس في مصر وقول لهم البطوله مش هتلاقي حد متابعها. حتى كاس العالم للانديه النهارده النادي الاهلي لما بيدخل في كاس العالم للانديه بتلاقي متابعه كبيره من مش جماهير مصر، ده كل جماهير المنطقه العربيه، فاسم النادي الاهلي هو اللي بيضيف لاي بطوله. فاتمنى الكلام ده اللي انا بقوله ده ما يكونش صحيح، ويكون يعني الصوره اللي تم تداولها دي مش مظبوطه. لا هو بص خلي بالك بس، هم بيعملوا القرعه يعني الاهلي كان اخر كان اخر اخر فرقه طلعت في فممكن اللي صور صور من غير الاهلي ما يكون محطوط، لكن دي ممكن ما تبقاش مقصوده، مش مقصوده، لكن كونك انت مقصوده لا مش مقصوده، لكن كونك انت تقعد 8 9 ساعات لحد دلوقتي لما يبقى في خطا لحد لازم يتم تصحيحه النهارده، مش عندك مركز اعلامي للبطوله العربيه والصفحه الرسميه، صفحتك الاساسيه، صفحتك الاساسيه كونها انها تبقى 8 9 ساعات لحد دلوقتي، القرعه كانت الساعه 1 لحد دلوقتي مثلا، لابد ان كان يتم التصحيح يعني في 8 9 ساعات يتم. احنا بنقدر طبعا وبنحترم الاتحاد العربي جدا جدا، لكن اعتقد ان اسم الاهلي ومكانه الاهلي وقيمه الاهلي تسويقيا ومكانه في القوه اللي موجود بها الاهلي في الساحة العربية والشرق الأوسط بشكل عام وأفريقيا بشكل خاص، وطبعا حتى في آسيا والجالية المصرية والعربية اللي بتبقى موجودة في كل الدول الأفريقية والجالية المصرية اللي موجودة في البلاد العربية، فأعتقد أن الخطأ ده كان لابد يبقى فيه تصحيح على طول يا كابتن، وخصوصا أن الفترة الزمنية كبيرة مش صغيرة 8 9 ساعات. يعني عايز أقول لكم خبر دلوقتي يا كابتن أسامة، كابتن بلال، أن وإحنا بنتكلم قيمة البطولة العربية ارتفعت، بقت 7.5 مليون للبطل. 7.5 مليون كانت 6 الأول، بقت 7 للبطل، 7.5 مليون دولار و4 للوصيف، فانت بتتكلم على قيمه ماديه عاليه جدا طبعا جدا جدا. عايز تكمل حاجه يا كابتن مصطفى؟ لا كل طبعا كل المواجهات ايه مفيش يعني دي اثناء القرعه تمام، دي اثناء القرعه، برافو عليك يا كابتن سمير. اسم الاهلي كان هو اخر يعني حد في القرعه مش مشكله، فممكن اللي صور صور دي على طول، استعجل شويه صور، لكن كونك ان انت تقعد في الصفحه الرسميه للبطوله العربيه تقعد 8 9 ساعات لحد دلوقتي، اعتقد ان ده امر زياده قوي في الوقت، يعني لابد لو في كان في حصل خطا لابد من تدارجه او تصحيحه بسرعه يعني.
اتفضل يا كابتن اسامه. كل المواجهات مواجهات قويه يا كابتن سيد، مباراه ضعيفه كلها، كل الفرق دي ابطال في يعني في بلادها طبعا. يعني النهارده لما نشوف فاكس طيف والاهلي السعودي مباراه قويه جدا، لما نشوف الوداد المغربي والنجم الساحلي مباراه قويه، حتى مباراه الاسماعيلي مع الرجاء المغربي هتبقى مباراه قويه جدا برضو. طبعا زي ما بقول لك برضو المكافاه الماليه الكبيره 7 مليون دولار دي برضو مكافاه كبيره بتزود من قوه البطوله، وطبعا في الاخر برضو تحمل يعني اسم الشيخ زايد الاسم الكبير طبعا. وطبعا برضو احنا يعني الاهلي المصري القرعه وقعته مع الوصل الاماراتي، هنروح برضو يعني لاشقائنا في الامارات، ودايما النادي الاهلي يعني ليه جماهير وليه قاعده جماهيريه كبيره جدا في الامارات، سبق ليه لعب مباراه السوبر هناك وليه شعبيه كبيره، فان شاء الله لما نروح الامارات هتحس كانك بتلعب في مصر بالظبط. صحيح مظبوط مظبوط. ودي لقطات للوصل للامارات يا كابتن بلال، اخر مباراه ليهم كانت امام الزفره والتعادل الايجابي 1-1، بيعرفوا يجيبوا جون لكن كم 2-1. طيب بيعرفوا يجيبوا جول لكن بيستقبلوا كمان اهداف يا كابتن بلال. بص المباراه ما فيش شك ان المباراه كلها هتبقى صعبه جدا، انت بتتكلم على فرق قاريه، يعني فرق عندها بطولات قاريه بتشارك في بطوله اسيا او بتشارك في بطوله افريقيا، يعني الفرق اللي موجوده دي فرق كلها معظمها لعبت نهائيات قبل كده، في ممكن يكون فرق فيهم اخذت بطولات، يعني الرجاء خد بطوله، الاسماعيلي خد بطوله، الزمالك خد بطوله، الوصل اكيد خد بطوله، يعني كل النفط خد بطولات، فكل الفرقه دي واخده على البطولات، فخاصه بتتكلم على افضل 16 فريق، وهم زي ما قال الكابتن حماده وكابتن اسامه قالوا الافضل هو اللي وصل في البطوله دي خلاص، هم الفرق الافضل هي اللي وصلت خلاص، الفرق الافضل هي اللي اخذ اللي حجزت مكانها في دور ال 16، المباريات كلها مش هتكون سهله، لكن عجبني كابتنهم في حاجه مع صعوبه وكثره المباريات اللي بياخدها النادي الاهلي، هو عامل روتيشن جيد جدا، يعني بيغير في اللعيبه بشكل كويس جدا، في لعيبه بتريح، في لعيبه بتريح في الدوري العام، بتريح في بطوله افريقيا، بيريح في البطوله العربيه، يعني في تغييرات كتيره جدا، هي دي اللي مخليه النادي الاهلي ماشي بليفل كويس، ماشي بمعدل كويس في كل البطولات، النهارده في لعيب بيلعب، بكره في المباراه اللي بعديها ما بيلعبش، النهارده عندك مباراه في الدوري ممكن تريح فيها بعض اللعيبه عشان خاطر المباراه الافريقيه اللي جايه، في البطوله العربيه كنت مريح برضه بعض اللعيبه عشان عندك مباراه في البطوله الافريقيه، فدي حاجه عجباني جدا، اولا بتدي فرصه للعيبه تستريح، ثاني حاجه بتدي فرصه للعيبه اللي كمان ما بتشاركش ان هي تشارك وتاخد الثقه في المباريات الكبيره، وانت كل مباراه بالنسبه للنادي الاهلي مباراه كبيره، لان خلاص انت بتدخل البطوله عايز تكسب، الهدف منها او التارجت بتاع النادي الاهلي هو مكسب البطوله دي، وانت بتخشش بطوله عشان خاطر ان انت تبقى اداك مشرف، لا الجماهير ولا اسم النادي الاهلي ولا قيمه النادي الاهلي تقبل انك انت تدخل بطوله، ويبقى انت بتدخل عشان تبقى حاجه مشرفه فقط لا غير، تدخل عشان تلعب بطوله، فالحقيقه كارترون مشكور جدا وبيأدي بشكل كويس جدا في الحته دي، لان الحته دي مهمه جدا للعيبه، عندك اصابات كثيره جدا جدا جدا، يعني مع كل التغييرات ده كابتن حماده وبرده عندك اصابات، عندك 5-6 لعيبه من العناصر يعني الاساسيه مصابه، مع كل التغييرات اللي انت بتعملها دي كلها تغيير مجبر من الاصابات الموجوده عنده، طبعا طبيعي جدا بيعمل عمليه الروتيشن في كل في بعض البطولات، ولكن هو مجبر في عنده اصابات في مراكز مهمه جدا في الملعب، يمكن هو انا شايف ازارو ممكن بس اللي مريح هو اللي مريح، لكن الباقي الشناوي اصابات الشناوي مريح فالله يكون في عونه طبعا في المشوار، طبعا هو الاهم بالنسبه له دلوقتي باصص للبطوله الافريقيه بشكل كبير جدا. بمناسبه البطوله الافريقيه خليني اقول لك برضو خبر دلوقتي على طول، يعني بن ادريس ده المساعد المدرب العام لرشيد الطوسي، هو بن ادريس دلوقتي من نص ساعه او من ساعه اعلن استقالته، يعني في مشاكل ما بينه وما بين الراجل اللي على الصوره ده، صورته اللي على الشاشه دلوقتي اسمه بن ادريس، ده المدرب العام شفناه على فكره في المباراه اللي كانت هنا، ده المدرب العام، يعني هو اللي واقف على الخط، وكان رشيد طوسي هو اللي اعلن استقالته من الجهاز المعاون، يعني فاعتقد لما في حاجات زي كده قبل مباراه مهمه كابتن حماد برضه بتبقى فيها تاثير شويه داخل الفريق، يعني حسب المشكله ايه مين سبب رشيد الطوسي. لا ده مدرب مغربي اسمه كبير في افريقيا، ومع فريق وفاق سطيف وصل بيه لمرحله كويسه جدا في دور قبل النهائي مع النادي الاهلي، وقدر يتغلب على الوداد طبعا بصعوبه صحيح الوصول، فده انجاز بالنسبه له هو طبعا، وان شاء الله يبقى لينا النصيب الاكبر احنا هناك باذن الله ان شاء الله. ان شاء الرحمن. يبقى بن ادريس ده المدرب العام لفريق وفاء الصيف، والمساعد الاول بالتاكيد لرشيد الطوسي، بيعلن استقالته من الجهاز المعاون لرشيد الطوسي. ايا كان لسه فتره زمنيه كبيره، هنلعب بكره ان شاء الرحمن مع الاتحاد، وبعد كده هيبقى في انضمام للمنتخب، وبعدين استعداد لمباراه وفاء الصيف باذن الله. كابتن اسامه، كابتن بلال، كابتن حماده، اتكلمنا على الوصل، والوصل عندهم واحد اسمه ديليما ده برازيلي بيعمل الكرات الثابته زي ما شفتوا كده عامله زي البنالتي، اكيد بيحطها بايديه البرازيلي،
يحطها حلو قوي 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 يعني. فمحدش يعمل فاولات كتير بقى. ماشي عم سعد، ماشي عم كلوبالي، ماشي عم ايمن اشرف، فان شاء الله الرحمن كله خير باذن الله. طيب اخر جزء بقى النهارده من حلقتنا هو الاستعداد لبكره مباراه الغد، مباراه الاتحاد السكندري مع الاهلي. مواجهه الاتحاد السكندري غير الاتحاد السكندري من الفرق اللي تلعب كره هجوميه بشكل كويس قوي، معاهم مدير فني كمان زيد بقى من القوه اللي هو كابتن حلمي طولان، بيعرف يقفل كويس، بيعرف يعمل جيم دفاعي بشكل كويس. تتوقع شكل اللقاء يبقى عامل ازاي كابتن حمادي؟ يمكن لفريق الاتحاد، يمكن بتكلم على اخر ماتشين مع كابتن حلمي، عمل تعادل مع دجله 2-2، كان متقدم يمكن دجله تعادل في الاخر. الجمهور كانت يعني قال لك اول ماتش للكابتن حلمي، الماتش الثاني كان مع الجونه كسب في الوقت الضايع. بيحاول يعني الاتحاد يمكن بدايه السنه عنده الناحيه الهجوميه الثلاثه اللي قدام بيشكلوا خطوره كبيره جدا، سيسي، خالد قمر، جده بناهيني، يعني البنيني بينزل. ولكن عنده مشكله كبيره في الناحيه الدفاعيه كفريق كمجموعه بتدافع، عنده مشكله، يعني عنده مشكله عدم رجوع الاطراف. يمكن الكابتن حلمي بيحاول ينظم الحته الدفاعيه اكتر دلوقتي للتيم. التيم بيستقبل اهداف طول الدوري في الوقت في الشوط الثاني في اخر وقت، عدم التركيز او البدني في عنده مشكله. صحيح ده 62% من الاهداف اللي دخلت فيه كلها في نص ساعه الاخيره، بيبقى كسبان واحد ويتعادل. في كل الماتشات يعني هو دايما بيبتدي بالتسجيل، ولكن في الشوط الثاني بيدخل فيه اهداف. عنده مشكله في الناحيه الدفاعيه او البدني، داخل فيه 16 هدف في الشوط الثاني. وفي الوقت في اخر مباراه في الوقت يمكن في اخر 10 دقائق بيدخل فيه اهداف. هو بيحاول طبعا، اكيد هو عنده برده غيابات برده في نص ملعب، يمكن ان هو بيعتمد على خالد غندور مع على نور السيد. الناحيه الهجوميه عنده اثنين مساكين كويسين، ويلسون وبازوكا. المشكله عنده في الاطراف في الناحيه الدفاعيه، ولكن الهجوم عنده بيشتغل بشكل كويس جدا، عنده سرعات قدام، عنده خالد قمر بيعرف يسجل بشكل كويس جدا، يمكن متفوق السنه دي على نفسه في كل مباراه، يا بيسجل يا بيصنع اهداف. سيسيه عنده السرعات، جده يمكن بيقعدوا الوقت بس بينزل، بيبقى محمد ناجي جده الصغير مش كبير، بيبقى عامل فرق كبير جدا. يمكن هو اللي كسبه الماتش اللي فات في الوقت الضايع، جاب هدف. لا وبعد كده عنده بقى قوه جماهيريه موجوده مع نادي الاتحاد، ابتدى الجمهور بيدي حماس، تغيير الجهاز الفني بيعمل برضه، مع ان كابتن محمد عمر كان ماشي بشكل كويس ووصلهم لدور ال 16 في البطوله العربيه، ولكن ما كانش موفق في المباراه الداخليه اللي كان عنده غيابات، خمس غيابات مؤثره جدا اثرت على المباراه نفسها. ويمكن كابتن محمد قدم استقالته بعد المباراه، ولكن كان مش محظوظ في المباراه ديت. ولكن زي ما قلت تغيير الجهاز الفني ممكن بيجي للاعبين بشكل بيدي حماس اكتر. محمد مصالح عامل رئيس النادي عامل شغل كويس جدا مع التيم، صحيح واقف ظهره بشكل كويس بصراحه، اكيد طبعا. فالمباراه هتبقى صعبه مش سهله، الاهلي بيغيب عنه غيابات مؤثره، غيابات كتيره، ولكن الاهلي زي ما بنقول ما بينحضر، عنده اللعيب اللي تقدر ان شاء الله تبقى متواجده مكان المجموعه اللي مش موجوده، اصابه معلول، اصابه حسام عاشور، راحت ازارو وراحت شناوي. اكيد المباراه النادي الاهلي طبعا ما قدموش غير ثلاث نقط عشان يقرب في المنافسه بشكل كبير جدا ان شاء الله. طيب كابتن اسامه سريعا، شايف مباراه الغد اكيد مباراه كبيره بصعبها طبعا، ان في اداره فنيه محترمه في نادي الاتحاد بقياده الكابتن حلمي طولان، وعجبني تصريح ليه صراحه يعني بيقول بكره هنواجه النادي الاهلي بقوه، لكن هنحافظ برضه على لعيبه النادي الاهلي في الملعب اخلاقهم، علشان عندهم مباراه مهمه في افريقيا وفاق صيف، فمش هيبقى فيه عنف من اللعيبه، بالرغم ان احنا برضه بنلعب على الماكس. ده تصريح محترم من الكابتن حلمي. طبعا النادي الاهلي بيمر بظروف صعبه عشان اللعيبه المصابه، في سعد سمير بره وعلي معلول والسوليه وحسام عاشور واجاييه طبعا من اول الموسم، تم راحه وليد ازار والشناوي، في صلاح محسن مصاب. بكره اكيد هيبقى في روتيشن وفي تغييرات في التشكيله الاساسيه، اكيد هيدخل شريف اكرامي بكره، ممكن يكون موجود ايمن اشرف وسليف كلوبالي، وممكن صبري رحيل بقى لنا فتره ما شفناهوش اول الموسم يدخل، عشان يعني هو سعد سمير قالوا انه يعني تم شفاؤه هو والسوليه ودخلوا،
لكن يعني اكيد ممكن عايز يامنهم 100% ما يجازيش فيهم في مباراه بكره. بكره برضو ممكن نشوف محمد هاني. محمد هاني موجود في عندنا ممكن فتحي يلعب مروان محسن. مروان محسن اكيد بكره ان شاء الله هنشوفه في ازارو مريح وفي صلاح محسن مصاف اكيد مروان محسن. نتمنى ان شاء الله للناس اللي موجوده تاخد بكره. وناصر ماهر موجود. مروان محسن لا مروان محسن عشان بقاله فتره كان مصاب ورجع برده منتخب ال مفيش غيره بكره خلي بالك مباراه النيجر ما كانش يلعب. ازارو مريح وصلاح محسن متعود. وليد ازارو يستحق الراحه صراحه يعني عمل مجهود كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت ما شاء الله مؤدي اداء رائع. بنتمنى بكره برضو التوفيق للشريف اكرامي مروان محسن هم لعيبه كبار وعندهم خبرات كبيره. بكره ان شاء الله يعني النادي الاهلي برضو يعني لعب 5 مباريات في الدوري اقل فرقه لعبه في الدوري عشان بطوله افريقيا والبطوله العربيه عنده 11 بوند في المركز السابع. ان شاء الله بكره المكسب يبدا النادي الاهلي بقى يستعيد برضو صداره الدوري مره ثانيه. لو بكره ان شاء الله النادي الاهلي يكسب تبدا يخش بقى في المركز الرابع بكره ان شاء الله. ان شاء الله كابتن بلال. بس هو صعوبة المباراة جاية في حاجتين. الحاجة الأولى إن أنت بتلعب فريق برضو عنده عناصر داخل الملعب عناصر جيدة جدا إمكانيات كبيرة لعيبة عندها إمكانيات زي ما الكابتن حمادة من شوية. الخط الهجومي بتاعهم خط قوي جدا مسجلين 11 هدف لكن برضو من سهولة المباراة أنت برضو بتلعب دفاع مش عايز أقول من أسوأ الدفاعات لكن من أكتر الفرق داخل فيها أهداف يمكن أكتر فريق داخل فيه هدف في الدوري هو الفريق الإسكندري 16 هدف فده ده معناه إن هو عنده خلل في الحتة دي. الحاجة التانية إن أنت بتلعب مدير فني يعني متميز تكتيكيا كابتن حلمي طولانطا من المدربين اللي هم بيقروا كويس قوي الجيم بيعرف يلعب الفرق الكبيره بشكل كويس قوي بيعرف يقفل ويحافظ بشكل كويس جدا وممكن يساعده في الحته الهجوميه اللعيبه اللي موجوده عندها سرعه وعندها انطلاقه في الحته الاماميه. النادي الاهلي الناحيه الثانيه برده الصعوبه ان انت زي ما قال اسامه زي ما قال كابتن حمد وزي ما قلت كابتن سعيد ان انت برده عندك غيابات كتير في لعيبه كتير جدا هتخش يعني حته الانسجام برده ممكن تكون مش موجوده في بدايه المباراه لكن الحماس اكيد عند اللعيبه ان كل واحد بياخد فرصه النهارده في النادي الاهلي ممكن يكمل ودي حاجه ميزه موجوده عند المدير الفني انك صحيح. لما بتاخد فرصه وبتادي بشكل جيد تقدر تكمل بعديها لحد ما يعني لا قدر الله تتصاب او مستواك يهبط شويه او عدم التوفيق شويه فالنهارده دي فرصه لبعض اللعيبه اللي ما شاركتش هي تكون موجوده على الساحه بالنسبه لهم حاجه جيده انك تخش وتلعب مباراه عندك ثقه انت كفريق عندك ثقه بتكسب باي لعيبه موجوده بتكسب باي تشكيل بتكسب باي عنصر فرصه لكل اللعيبه ان هم يادوا بشكل كويس جدا بكره مباراه مش سهله ومش صعبه على النادي الاهلي في ظل الامكانيات والروح المعنويه العاليه جدا المرتفعه عند النادي الاهلي في الوقت الحالي اعتقد المباراه مش هتكون صعبه قوي على النادي الاهلي. احداثها بقى عايز تقول حاجه يا كابتن حماده؟ نعم اوكي كده يمكن خلصنا خلاص الحلقه بتخلص. كابتن حماده كل الشكر والتقدير لحضرتك كنت منورنا. ربنا يخليك يا سيد انا سعيد بكون موجود معاك النهارده. انا افتقدك بكره. انا بكره انا افتقدك. كابتن اسامه كل الشكر والتقدير لحضرتك شكرا جزيلا ليك. ربنا يخليك يا كابتن بلال كنت منورنا ده ربنا يخليك يا رب. طيب حكم اللقاء بكره ان شاء الرحمن او طاقم تحكيم مقاوم من كابتن محمد معروف ويعاونه احمد حسام طه وعبد الفتاح عريشه ومحمد عبد الحافظ حكم رابع وكل من محمد سلامه ومحمود ناجي حكما خامسا يعني محمد سلامه ومحمود ناجي. كابتن محمد معروف كل التوفيق ليك باذن الله. هننسى البنالتي بتاع محمد هاني في مباراه انبي وهننسى الهدف بتاع باكماني ونفتح صفحه جديده مع حضرتك. كل التوفيق والتقدير ليك باذن الله. كن موفق ان شاء الرحمن. يعني في الختام لازم اختم بنفس اللي انا بدات بيه النهارده وبدات بيه امبارح. كل التحية والتقدير لأبطالنا أبطال القوات المسلحة ونصر جديد يا رب بإذن الله دايما رافعين رأسنا سواء كان على المستوى المصري أو حتى على المستوى العربي. شكرا جزيلا لحضراتكم ونتقابل بكرة إن شاء الله الرحمن الساعة 7 وحلقة ملعب الأهلي استعدادا لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري.